تحية طيبة لكم وسعداء بلقياكم اليوم في هذا المباشر إخواني أخواتي. كانت واحد مجهود كبير باش نتواصلوا أنا والسي الغزالي إبراهيم اللي عندي لي مباشر معاه، ولكن لحد الآن باقي ما نجحناش في التواصل معه، ولكن رغم ذلك فأنتظر أنه ندخله ونشوفه. فتحية للإخوان اللي داخلين معايا الآن في انتظار يدخل معنا الأخ ديالنا السي إبراهيم الغزالي اللي غنهضروا على التدريب. موضوع اليوم حول التدريب، وغنتكلموا على السنه الرياضيه ككل، خاصه نركزوا اليوم على مرحله التهيئ العام، لا بريباراسيون جينيرال ديال لو موا دو سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. هاد لا بيريود اش يمكن يدار فيها؟ فتنتظروا ندخل معنا، لحد الان مازال ما دخلش معنا سي زكريا الحيمر. تحيه ليك ولدي، الله ييسر لك. فقبل ذلك، قبل ديما انتظار الاخ ديالنا، فغنتكلموا على جوج المواضيع. ففي البدايه تنقدموا التهاني ديالنا للسي الحاج عبد البر الحسناوي اللي حصل على رتبه عربيا وافريقيا في مجال التحكيم، وهذا شيء يشرفنا ويشرف العاب القوى المغربيه. فهنيئا سي الحاج عبد البر الحسناوي اللي هو المستشار التقني لعصبة الدكالة عبدة. فأهلا فتحية. سي الغزالي تيعيط، غنشوف واش غيقول. سي الغزالي مضرب، يلا كمل راه حنا حالين. إلا دخلتي غتلقى، إلا دخلتي راه غيدخل مباشرة لعندي. يلا كمل العملية ديالك. لا والو، مشى الولد اللي غيقول لك الكود ما كاينش، راه صيفطنا ليك في الايميل، راه عندك. يلا يلا يدير الكود وقاد الامورات. يلا فكما قلنا تنباركوا الاخ ديالنا والصديق السي عبد البر الحسناوي لحصوله على المستوى الدولي. هنيئا لك ومزيدا من النجاحات. شيء اضافي هنا نتكلم عليه هو البرنامج ديال المحطة الرابعة للعدو الريفي اللي غتنضم مدينة المحمدية يوم الأحد. فقبل ذلك غدا إن شاء الله على الساعة الرابعة والرابعة والنصف غيكون عندنا مباشر من الحلبة كالعادة. فتعودنا على أنه في أي مسابقة وفي أي عدو ريفي فيدرالي تيكون عندنا حلقة من الحلبة من الباركور، باش الأندية ديالنا تيتعرفوا على الباركور قبل المجيء ديالهم ليه، تيتعرفوا على الارضيه ديالو، تيتعرفوا على الصعوبات ديالو، تيتعرفوا على مكان الانطلاقه مكان الوصول. وهذه نقطه مهمه، لانه شحال من مره تيكون انسان جاي معول على انه غيلعب الحفه، بعد اللايف تيعرف انه راه مشكل، راه الارض قاصحه ولا هادي ولا هادي، تيوليد الاحتياطات ديالو. سي خالد تحيه ليك، حموده تحيه ليك ايضا، بونجور خالد ايضا، عبدو بي اس تحية ليك، ياسين كاب تحية ليك. فالبرنامج هو على الشكل التالي، الساعة العاشرة والنصف هناك 10,000 متر سينيور فام، إذا الكبيرات، 11 ساعة المكانة هناك 10,000 متر سينيور أوم، 12 وربع 6,000 متر جينيور في، 12 و50 دقيقة 8,000 متر جينيور غارسون، الوحدة وعشرين دقيقة 5,000 متر كاديت، والوحدة وخمسين دقيقة 6,000 متر كادي. إذن هذا هو البرنامج ديال اليوم الأحد إن شاء الله بمدينة المحمدية ديال العدو الريفي الفيدرالي، المحطة الرابعة للتذكير المحطات السابقة. فالمحطة الأولى بن حمد كان عندنا 119 نادي، وكان والمحطة الثانية كان عندنا 1423، كانت عندنا 1119 مشارك. المحطة الثانية 1423 مشارك كانت في طنجة. المحطة الثالثة بني ملال كانت 1730 مشارك. بالنسبة للأندية، المحطة الأولى بن احمد 93 نادي،
المحطة الثانية طنجة 107 النوادي، والمحطة الثالثة بني ملال 118 نادي. هذه معطيات غدا خلال يوم الأحد وغنتكلموا عليها في إيجاز، غنتكلموا عليها إخواني أخواتي، وغنتكلموا على المحطة ثلاثة، وغنزيدوا عليهم المحطة الرابعة ديال يوم الأحد. فتحية للجميع، مرحبا بالجميع. تنتظروا دخول الأستاذ إطار المغربي والبطل المغربي الغزالي، الغزالي اللي هو في الديار الفرنسية، إطار بأحد الفرق الفرنسية في مجال ألعاب القوى، واللي داخل معنا تكلمنا على التدريب، وهذه حلقة مهمة. فكنا خصنا نديرو التجربة قبل، ولكن ما استطعناش. فالمهم انتظار ذلك. بالنسبة للسباق الأول سينيور فام، سينيور فام إخواني أخواتي، المحطة كبيرة، المحطة الأولى ذاتها بوعقاد، المحطة الثانية الفركوسي كوتر، والمحطة الثالثة رحمة الطاهري. إذن من ستفوز المحطة الرابعة؟ هذا ما سنعرفه يوم الأحد إن شاء الله. بالنسبة للكبار سينيور أم، المحطة الأولى البوزيدي، المحطة الثانية ولادها، والمحطة الثالثة العقاوي مصطفى. بالنسبة للشابات، شابات حسنى ابن عبد المعطي المحطة الأولى، هبة غزال المحطة الثانية، هبة غزال المحطة الثالثة. إذن هل يستمر الوضع على ما هو عليه؟ ستكون سيطرة ديال هبة غزلان؟ هل هناك تغير في هذه المسائل هذه؟ بالنسبة للشبان، جواد خشينة المحطة الأولى، رضوان زهير المحطة الثانية، جواد خشينة المحطة الثالثة. بالنسبة لكادي، لكادت سعيد البوزي المحطة الأولى، سعيد البوزي المحطة الثانية، وأسماء باسو المحطة الثالثة. هذو هما النتائج ديال المحطات الثلاث، وهذو هي المعطيات على المحطات الثلاث فيما يخص العدو الريفي. ولا زلت أنتظر سي إبراهيم، الغزالي للدخول. الأسبوع الماضي إخواني أخواتي كان الملتقى الأول للمناطق هي الألعاب القوى بالنسبة للصغار والفتيان. هذا الأسبوع هذا غتكون المحطة الرابعة، بعد ذلك المحطة الخامسة إبراهيم الغزالي، غنشوفو فين نوصل. فإخواني أخواتي لازلت أتصل بسي إبراهيم، يدير جميع المحاولات باش يدخل عندنا.
اجي مسكين. ها لك لو كنت تان كوغي. اذا اخواني اخواتي تتابعونا معنا على المباشر، فاحنا باقي الان مع السي ابراهيم الغزالي. قلنا بروبليم تكنيك، حنا غنشوفو. انا معك، خليك خليك، انا باقي نتمعك. عندك سمع سمع الباسورد او يو ار. الميتينغ اي دي متاكد دايرو هو الميتينغ اي دي درتيه هو داك نفس تويت 7 7 3 3 9 2 0. كود سكري هو الباسورد، هو الباسورد او يو ار ماجيسكيو. لا ماشي او، ماشي او هادي زيرو. زيرو زيرو الاولى، زيرو زيرو هذاك. يلا يلا زيرو عاد اي ار زيرو هذاك. غلطنا مع او. يلا قضي الغرض. اخواني اخواتي، فصعوبات كبيره باش نطلقوا اللايف ديالنا مع ابراهيم، فمن تسعود وحنا معاه في محاولات جاده للتواصل معاه. وانا درت لكم المقدمه ديالنا ديال نتكلموا على العاب القوى، باش نتكلمنا على الملتقى الرابع، نتكلمنا على المحطات السابقه، باش في انتظار الدخول ديالو، في انتظار الدخول ديالو. رشيد المحادي تحيه لك اخي العزيز، اهلا وسهلا بك، وتحيه كل الاخوان والاخوات. فان شاء الله باذن الله كما قلت لكم غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله على الساعه الرابعه والنصف غيكون عندي مباشر من عين المكان، من مطاف مدينه المحمديه، اللي نتعرفوا على المطاف وعلى المسائل ديال المطاف اللي خاصه، لانه المطاف هو تظاهره رياضيه. فالحقيقه المطاف هو كل شيء في سباق العدو الريفي، فمن على انه يكون مطاف جيد. لازلنا ننتظر سي ابراهيم. شوف لازلنا ننتظر سي ابراهيم ادريس جعدي، تحيه لك. نبيل كرويت، نهار كبير هذا، وسيدي مبروك عليك المنصب ديال امين المال، اعانك الله. كاتالوني ارجي، تحيه لك، تحيه لك سعد الى اوبا، تحيك. شكرا اخي العزيز، تحيه للجميع. فتنبغي صراحه، بقيت مديرونجي اليوم لانه تجي خصنا ندير لايف سيد مهيه المسائل ديالو، باش نتكلموا على التدريب، نتكلموا على بيريود دو بريباراسيون، نتكلموا على لي زيليمون ديال هاد لا بيريود، كيفاش يتخدم لا ميسكولاسيون، كيفاش لي فارتليك، كيفاش لي بوتينغ. الاسئله ديال المتتبعين يطرحوا لي اسئله، يسولوا على كل شيء ما يتعلق بالتدريب. فصراحه اتفقنا هادي اسبوع، السيد مشى سعد باش يدير الحلقه ديالو، ولكن هناك مشكل، هناك مشكل تواصل. ف باش نتواصلوا معاه لقينا صعوبات. مرحبا بكم سي ادريس الجعدي في البطوله الوطنيه. وقيلا غيدخل، انا قلت ما غيدخلش. تحيه للسي الغريق مصطفى، وتحيه لسي قصور سعيد. شحال هادي ما شفناش قصور سعيد منذ سنوات. ها صوب، بعدين شوفوا الصورة ونشوفوا الصوت، شوفوا الصورة. ملك الريحاني، تحية للأستاذ ديالنا، وتحية للبنية ديالنا ملك، نتمنوا على أننا نشوفها مستقبلا. هي وقيلا على مدن بقى برعوم ولا مينين، نشوفها في التظاهرات الرياضية ونشوفها متألقة، ما شاء الله عليها، عندها إمكانيات مؤهلات رائعة. تحية سي الساسي الركاز، تحية سي الساسي والعمل الكبير اللي تقوم به فريق الزمامرة ألعاب القوى، ودائما الجديد ودائما الشباب الصغير. فتفاجأت في مدينة أبي الجعد بواحد مجموعة ديال الوليدات شباب،
فواحد القضيه نقولها لكم صراحه صراحه، ف هناك واحد عملية ديال عمل كبير اللي تيكون عند سيدي بن نور وعند الركاز، فهادو جوج فروق اللي صراحه عاطي النتائج وعاطي الوليدات وشغالين في ليجان، تحيه ليهم وماشي لهم كمجموعه من الانديه الوطنيه من ما نظلمو حتى شي واحد. فهناك سريع واتزم، هناك اصيح، هناك تمدا ازيلان، هناك الرائد، هناك اداج، هناك واحد مجموعه ما يقولكش عباد الله راه لا علاش هذا وعلاش هذا، كاين مجموعه الانديه راه باينين في الكروس دابا، ولكن الركاز وسيدي بن نور غنشوفهم بزاف على العاب القوى، كما تنشوفوا الفاسح ولا السائر مجال العاب القوى اكثر من الكروس. فهناك انديه بحال سي مختار بادي، تحيه ليك، تحيه بن حمد، تحيه ليكم، ها هو تيدخل معنا، عندنا الصوت. الكاميرا ابراهيم، صوت صوت اسمعني، اسمعك دابا، يلا بدا كنسمعك دابا. مزيان، فقد قد شويه قد الجلسه لانك تيباني العمق ديالك هكذاك، قد الاورديناتور الكاميرا ديالك. بعد معذره كبيره للناس اللي تسناونا، كان كان واحد كان عندنا عطب تقني، والحمد لله كل قال كل خيره، كل كنتو خيره في الاخيره. تنديرو يعني. تنديرو او هي زيرو، وما باش المشكل دابا حنا هذا هو المشكل اللي كان عندنا. فمرحبا بك السي الغزالي، ونهار كبير هذا، وتنعتذر المتتبعين الكرام على هذا التاخير، ولكن كونوا على يقين ملي غيسالي اللايف، لان حنا دابا دايرين زوم، نقول لي عاودي نقطع زوم وتعاود يدخل دابا مباشره بلا ما نعاود نضيعوا، لان بقات 5 دقائق ما بقاش بزاف، غتعاود تدخل شوف باش نبداو من الزيرو. نعم نعم صافي، يلا صافي يلا، حنا نقطعوا عليك وعاود دخل دابا، راك عرفتي الطريقه. اسمح لي بزاف، اسمح لي استاذ الله يرحمك. تقليد تحية للجميع. فاستطعنا اننا في الاخير نقطعوا السي ابراهيم. فشوف شوف الى عندكم ما تطرحوا الاسئله، بين الاسئله ديالكم سولوا على ميسكولاسيون. سي محمد ديدوش تحيه ليك، وتحيه ليك، وتوحشناك وما شفناكش تقريبا واحد 10 ايام. سي مصطفى تما تحيه ليك، بينكم اسئله ديالكم، كيفاش لا ميسكولاسيون، كيفاش لي كوت، كيفاش لي بار بليك، شكون تيسمق واش بي بي جي ولا لا ميسكولاسيون، واش بي بي جي نديروها في الشهر الاول تتبدا لا بريباراسيون فيزيك جينيرال، واش اسئله اسئله الاسئله. حنا بغينا الاسئله باش نخرجوا منه شنو بغينا نخرجوا من هذا السيد هذا المهدي مو عزيز ران صروخ يوسف الحسين، تحيه لكم اخواني اخواتي، تحيه الاخوان كاملين داخلين عندي. صراحه نهار كبير هذا، وتشكركم على الدخول، ومرحبا بكم غدا ان شاء الله الساعه 4:30 من مطاف المحمديه، ويوم الاحد مباشر العدو الريفي الرابع، العدو الريفي الرابع، المحطه الرابعه للعدو الريفي الفيدرالي، يقول عندنا نقل مباشر من البدايه الى النهايه. تحية للجميع إخواني أخواتي، سارة الجعدي نهار كبير هذا، تحية لك وتحية للجمعية ديالك أطلس الصحراء، لولا التوفيق والنجاح، وأنا نشوفك في البطولة الوطنية. وراه قال لي السي الجعدي أنه قال لي بأنه راه غتجي وتشاركوا في البطولة الوطنية، فبغينا البطولة الوطنية إخواني أخواتي، واحد التحدي، وحنا وصلنا من 1100 عليا مزيان. من 1119 ل 1423 1730 بغينا البطولة الوطنية نتعداو 2400 مشارك ومشاركة، غتكون البطولة الوطنية رقم قياسي في المشاركة. إذن هان أنا أكسبت أنا باش يدخل، كما قلنا بغينا البطولة الوطنية اللي غتكون في مدينة تيبلت يكون رقم قياسي من حيث المشاركة في جميع الفئات وفي المجموع العام، لا من حيث المشاركة ولا من حيث الأندية. إذا إبراهيم الغزالي
غنديرو مع 40 دقيقة، كنا غنديرو مع جوج 40 دقيقة، غنقول ليه 40 دقيقة، والخميس المقبل نديرو معاه 40 دقيقة أخرى، إذا غنديرو معاه 40 دقيقة وحدة، فغنعطيه الكلمة ما غنهضرش أنا نهائيا. أو سي إيكغيك أتليتيزم اليوسفية، تحدنا الناس اليوسفية، إذا سي الغزالي تيدخل من عندنا، ترحبوا به الجميع، وتنقول له مرحبا بك رغم الظروف اللي وقعت لينا، ولكن حنا حاضرين. ف سي طلع شويه، قد لورديناتور باش يطلع شويه الوجه ديالك الفوق هكذاك، قد الصوره او ميليو، شويه الاستيتيك مع الميكانيك. نعم سيدي والله لا، مرحبا بك، نهار كبير هذا، مرحبا بك. ف تنقول لك الموضوع ديالنا موضوع مهم، غنتكلموا في الحلقه الاولى اليوم، اليوم غنتكلموا على التدريب، التدريب بالنسبه للسنه كامله، ولكن اليوم غنركزوا على بيريود دو بريباراسيون. فالكلمه لك، وغنخصوا الاسئله، والاسئله اللي ما جاوبناش عليهم اليوم غيتحطوا في الحلقه المقبله، باش ندوزوا من بعد لا بيريود سبيسيفيك، ومن بعد ندوزوا لا بيريود كومبيتيسيون. بغيت الاخوان الاسئله اللي عندهم شي سؤال يوجدوا باش يحطوا السي الغزالي ابراهيم اللي هو اطار مغربي، بطل مغربي في مجال العاب القوى، والان مسؤول على نادي في فرنسا، النادي اسم النادي ديالك سميتو لا سي كومبري هكذاك لا سي اين ريجيون تاع دون نوخ دو لا دون نوخ دو شمال فرنسا، شمال فرنسا. ف باش يخدم تماك ويدير بلاصتو ويدير نتائج ويدي بطولة فرنسا ويتأهل لبطولة أوروبا، ماشي مسألة سهلة، الله يعاونو الله يسر له. ولكن اليوم حنا غنشوفوه كإطار مغربي، نستافدو منه ناخدو منه الشيء الكثير في مجال التدريب. سي الغزالي الكلمة لك. Avant de commencer, je m'excuse pour ce grand retard. Et voilà, c'était en dehors de notre possibilité, comme Monsieur Oba, comme pour moi. Donc, on a réussi à rétablir ce problème. اسمحوا لي على التأخير، جاء عن إطار واحد عطب تقني. والمهم الموضوع ديالنا راه هو اللي غادي يكون، والمهم ان نستافدوا جميع بيناتنا، ويكون تساؤل، ويكون يعني الاسئله ديالكم، من خلال الاسئله يمكن لي نطور ونتعمق في سميتو في التحليل ديالي. افون دو كومونسي دونك اوجوردي On va aborder quelque chose qui est cher pour nous, la préparation. Donc, on parle de la préparation. Quand on parle de préparation, notre préparation commence toujours par la préparation générale. Qu'est-ce que ça veut dire préparation générale? Préparation générale, c'est-à-dire on prépare tout. C'est-à-dire c'est une période primordiale. واحد المرحلة أساسية باش الواحد يمكن يعني هي فاش كيبني الساس ديالو ديال الموسم، سي لا باز دو لا سيزون. يعني ما كاين حتى زعما، لكن الا مشيتي من الاول مزيان في هذه المرحله، راه عندك واحد نسبه كبيره باش تنجح في المشوار ديالك. المهم بور كومونسي، بس اول حاجه حنا دابا بدايه السنه، بدايه لا سيزون، لا سيزون غادا تبدا. اشنو كيسكون با سي لا بروميير دي شوز، اول حاجه هي حاجه خص يكون عندنا واحد المشروع، هدف، ان اوبجيكتيف، ان اوبجيكتيف بيان ديفيني. انا لوبجيكتيف يا بري مع ما غادي نخدموا افيك كي اون ترافايي. دونك نو اون اي دي انترينور دوفون نو، نوتر بيبليك سي دي سبورتيف. فوالا دي سبورتيف، دي سبورتيف زادير جو دوا فريمون كونيتر كيس كو جي كوم اتليت. اش خصني نعرف لاتليت اللي عندي كيفاش داير، واحسن طريقه باش نعرفو غنديرو كنسمو، تقدر تكون ان دياغنوستيك، دياغنوستيك كنلقاو فيه ان تيست اتليتيك كوم ان تيست بيولوجيك. و كون جو بارل تيست اتليتيك و بيولوجيك شاكا افيك سي مويا، ماتنو افيك لو بروغري يا لابوغاتوار يا تو سا، مي تو سامبلومون اون بو لو فير ميم دون فاسون D'une façon, ça peut être manié. Là, on peut arriver toujours à faire quelque chose avec l'observation. Moulahada, quand je vous vois, il y a un bilan. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Voilà. Voilà. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Mais nous avons l'objectif.
هل الاتليت اللي عندنا عرفنا كيفاش داير ودابا نتوكلوا على الله. دونك ا بارتير دو مومون اون ا في تو سا كيسكو بلا لا سيزون اي دوفون نو لا بريباراسيون جينيرال. Donc, vous savez, dans la préparation, il y a pour une saison, il y a la préparation générale au développement général, et après, il y a la période spécifique, il y a pré-compétition, ou bien régénération ou la transition. Mais aujourd'hui, notre sujet, ça sera fixé sur le développement général. Quand j'ai développé général, je parle toute spécialité. Je ne parle pas que de demi-fond au fond. Je parle de toute spécialité. Ça peut être des javelots, ça peut être de la perche, ça peut être des lancers, ça peut être voilà, et ça peut être aussi un marathon, ça peut être voilà. Ibrahim. Et ouais. Ibrahim. Bah, c'est Aziz Bougra. Il vous dit, شوية عربية وشوية فرنسية. ما كنت فضل. بس علاش؟ بس إخوان اللي معانا تكون استفادة. باللغه الفرنسيه غنلقاو شي صعوبات بكل فرح نونبيش با اننا نديروها هكذا وهكذا بكل فرح. المهم اللي بغيت نقول بان فاش الواحد فاش كيبدا كيدير بريباس كنسموها حنا بالدارجه ديالنا لا شارج. كنبداو لا شارج كلشي تيقول خصني عندي دابا راني في لا شارج. لا شارج شنو كندير؟ اشنو خصني نوجد وكيفاش غادي ندير ونديرو؟ دابا اليوم الحصه ديالنا كتهضر على لا شارج في الاول ديال السنه شنو نوجد؟ البريباسيون بدينا. انا بديت كما نعاود بانني عرفت درت سميتو فوقاش غادي نجري عارف فين خصني تكون واجد البلاصه فين غادي نكون واجد مزيان. بحال دابا وقت الكروس كاين اللي باغي يكون باغي يوجد راسو لبطوله المغرب هذاك تيتسمى هدف الكبير ديالو مثلا. ودرنا سميتو ديال عرفنا الاتليت خصنا درنا ليه تحليل ديال الدم شفنا كيفاش كيجري شفنا شنو خصو واش كيجري واش فاش كيحط كيفاش كيحط رجليه ولا سميتو ولا كان شي واحد اللي عنده مثلا كيدير القفز الطولي كنشوفو واش تا هو نشوفو يدير ليه تا هو ام هذا كيتخصص بكل شيء كاع التخصصات. المهم فهمنا هذه المسائل من بعد غادي نخدمو على سميتو غادي نخدمو حنا على حساب الهدف ديالنا وعلى حساب الاتليت اللي عندنا. دابا اش كنديرو؟ عندنا ثلاثة حنا في الاتليتيزم ثلاثة الحوايج كوغير جري سوتي اي لونسي القفز الجري القفز والرمي الثلاثة هادو هادي هي الاتليتيزم. ولكن فاش كان بريباراسيون هاد لا بريباراسيون كان فيها كنوجدو كان الاتليت ديالنا خصنا نوجدوه فيها كنشوف خصنا يكون لونديرونس كلشي كان لونديرونس لا ريزيستونس la vitesse, la force, la souplesse et possibilité de coordination. Quand je parle de la souplesse, la dakhla fi la coordination, dakhla fi la smit. Had khamsa hna khassna nwajdou l'athlète diana. Wadi quand je parle de résistance entre parenthèses, hit fait la période, la résistance attention, la résistance, faut faire attention. Parce que tahdiou hada l'qadiya dial la résistance في هذه المرحله مازال شي حوايج ما كنخدموهمش حيت شي حوايج نقدموا خدمهم لا ريسورس ولكن ما عندنا ما داخلين في طرافاي سبيسيفيك. حنا ما كنهضروش على طرافاي سبيسيفيك حيت لا ريسورس فيها شويه ديال طرافاي سبيسيفيك ولكن راه ما غاديش نقدروا نخدموا لا ريسورس بلا ما نخدموا سبيسيفيك ديالنا حنا. هذه بشكل عام خصنا نطوروا راسنا في لانديرونس طوروا راسنا تو اسميتو على ريسورس واسميتو على ريسورس ديال سبيسيفيك غير نافوار غادي نسميتو نطورو روسنا سميتو عاد تكون عندنا لا فيتاس السرعه القوه ها ويكون سميتو وتكون عندنا يعني تكون عندنا الرشاقه لا 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 لا, لا سوبليس تكون سوبل مزيان وتكون عندنا يعني سميتو التوازن لا كورديناسيون يكون عندنا واحد التوازن سميتو عارفين يعني الا بغينا نديرو شي حركه كنتحكموا فيها فهمتي كنتحكموا وهادشي كنخدموه. لا ما هادشي كله كيتخدم في هذه المرحله. هذه المرحله مهمه اساسيه سي بريمورديال دو فريمون فير اتونسيون في هذه بيريود. مي اتونسيون اتونسيون لي كاتيجوري داج لي جون شي لي لا لا الدراري سميتو كنهضر من سميتو الصغار المينيم اللي كنسميو المينام مينيم الفوق كثر المينيم وسميتو الفيتان عند هذه
واحد المرحله مهمه. هنا اللي خطانا في هذه المرحله، راه قدر سميتو نخرجوا على الاتليت، خرجوا عليه ديما، مشات لي لاكاريير ديالو كلها. على داك الشيء خصنا نكونوا ناخذوا، نكونوا حذرين، فيغ اتونسيون ا سات كاتيغوري داج. من بعد هضرت سميتو على لا بريباراسيون جينيرال. لا بريباراسيون جينيرال راه فاش كنخدموا لونديرونس. انا باغي ندخل دابا، انا عندي لونديرونس. لونديرونس فيها كنخدمها بزاف الحوايج باش نخدم لونديرونس ديالي. غياك سي لي فوتينغ، لي فوتينغ يا 3 كاتيجوري دي فوتينغ. كاين فوتينغ دو لا ريكوبيراسيون، فوتينغ فوندامونتال، اي فوتينغ اكتيف. فو با تو ميلونجي، ما تخلطوش، ما يكونش خلط ما بين هذا. فهمتي؟ هذه كنسموها حنا دابا كنسموها لو سيكتور، لو سيكتور با. لو سيكتور با هذاك السيكتور با يقدر يخدم به حتى اللي كي لونسي، صحاب لونسي، صحاب الجابلو، تيديروا الفوتينغ، صحاب السبرينت، قادر كيخدموا في هذا لو سيكتور، كنسمي لو سيكتور، سيكتور با. عاوتاني لانترميديير وسيط ما بين هادو وهذا. لانترميديير هاد سميتو كنسميو لو سيكتور انترميديير، هو اللي ما بينه وبين لو سيكتور، لو سيكتور او. تما فاش ندخلوا الخدمه بحال دابا صحاب دومي فون كيبغيو يخدموا، كنبداو نخدموا هذاك الفيو دو ماكس ولا الفي ام وما ما فوق ما فوق ما فوق. دابا علاش انا قلت لكم هذه المساله ديال عندنا ثلاثه في هذا الشيء كل شيء باش نكون عندنا واحد كنسموها لا كاباسيتي ايروبي. لا كاباسيتي ايروبي تخدموا كل شيء باش تكون عندنا اي كاباسيتي، باش يكون التنفس ديالنا يكون عندنا واحد، عندنا واحد القدره ديال التنفس كنوجدوا روسنا باش ونقدروا نتحملوا اكثر ذاك سميتو الخدمه اللي غادي نديروا. هذا الشيء المهم، هذه المساله باش نخدموا، حيت باش كنخدموا لونديرونس. كيقول لك لونديرونس، لونديرونس راه الاساس المهمه هي كل شيء باش يمكننا نتحملوا اي تلا سيزون ديالنا نقدروا نستحملوها كلها الا خدمنا لونديرونس مزيان. ولكن لونديرونس ما كافياش بوحدها. لا لونديرونس غادي نخدموا كما قلت لكم، غنرجعوا على لونديرونس هي عندنا كنخدموها. ولكن كاين واحد القضيه خصنا ما ننساوهاش، نخدموا كنا فاش نهضر لا ريزيستونس. لا ريزيستونس قلت لكم اتونسيون، اتونسيون فيغ لا ديفيرونس. لا ريزيستونس بحال دابا لو ترافاي دي كوت، هذاك لو ترافاي دي كوت راه كنخدموا لا ريزيستونس. لا ريزيستونس سي على فوا ميسكولير، انا جو بورت كنهز لو بوا ديالي وكنجري به، ولا هذاك اللي كي ولا كنديروا لي ترينو، كنجروا شي حاجه وكنجروها وكنجريو بها. هذه طرافاي ما كنخد فاش كنخدموا لا ريزيستونس سميتو في طرافاي سبيسيفيك، سي غيان افواغ افيك سا، سي ان اوتر طرافاي. هذا الشيء درت ما بين قوسين، خصك تفهم ما تخلطوش. ولا فورس خدمه ديال لا ميسكياسيون، فوالا طرافاي دو ميسكياسيون سي سات بيريود، تقدر نخدموا بزاف الحوايج في لا ميسكياسيون. كاين لونديرونس في لا ميسكياسيون، نقدروا نخدموا لا 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 فيتاس لا فورس، فيتاس فورس سا دو دو لا بويسونس. نخدموا هذه مساله فيتاس فورس كتعطينا لا بويسونس، فهمتي؟ لان محتاج وهذا الشيء. علاش كنخدموا الخدمه ديال هاد الترافاي دو ميسكياسيون؟ ماشي غير باش هو كيحمينا من الاعطاب، كيحمينا من الاعطاب وكيعطينا واحد الجوده في لابوي ديالنا. دو لابوي مي ان كاليتي، لا كاليتي دابوي في او نيفو بي او سي ترافاي. ونخدموا عاوتاني ترافاي دو كورنيناسيون. علاش هادشي كلشي ترافاي دو كورنيناسيون؟ لا سوبليس باش تكون عندنا اي بون ايكونومي دينيرجي، باش تكون عندنا واحد الاقتصاد في سميتو ديك الطاقه اللي تنخرجوا، يكون اقتصاد، كانوا عندنا اقتصاد وكنربحوا وقت وكنكونوا اننا قل عياء وكنربحوا الوقت. هذا علاش كنخدموا هادشي كلشي؟ علاش؟ فاش نكونوا واجدين المرحله اللي مهمه باش يبان الناس الترافاي سبيسيفيك. ولكن كنرجع عاوتاني مثلا هذه المرحله، كاين اللي كيوجد الكروس، كيوجد الكروس راه بحال بطوله المغرب كنظن في 25 في سميتو مواد فيفري 25 فيفري هاد سميتو،
راه دابا حنا بقى شنو بقى لنا دابا؟ راه شويه خصنا ندخلوا لطرافاي سبيسيفيك ولا ما نهضروش عليه اليوم، ولكن كاين شي وحدين هما راه كيديروا الكروس بريباراسيون داخل في لا بريباراسيون. بحال دابا بحال البطل ديالنا الكبير اللي كان اسمي مؤخرا كان اسمي واحد المرتبه مشرفه جدا، التالي دخلت المرتبه الثالثه البطل ديالنا سي البقالي سفيان، وكان الثانية راه هو نعم الثانية شكرا دوزيام بلاس دوزيام بلاس تروزيام بلاس والله ما عرفت دوزيام بلاس ولا تروزيام، المهم علينا هو، ولكن راه مرتبه يعني باش واحد يوصل لنا، هذوك اللي كانوا لاعبين معاه راه ماشي ناس في المستوى تبر، ولكن راه كنظن سفيان راه في لا بريباراسيون بالنسبه لي، ما غاديش نديره هو في لا بريباراسيون، داخله في لا بريباراسيون ديالو، سي ان انترميديير، راه داخله في انترميديير لوبجيكتيف ديالو ما عرفتوش، انا ما عارفش شنو كي، ولكن كنظن عطيتكم مثال، مثال في هذه المرحله كاين اللي واصل، كاين اللي واصل كيدير سبيسيفيك الكروس عنده، لان الهدف ديالو مهم بيوصل باغي يحقق نتيجه مزيان في شي كروس ولا بطوله المغرب، راه قريب راه شويه غندخلوا في طرافاي سبيسيفيك، وكاين اللي دخلوا كاع في طرافاي سبيسيفيك، وانا انا كنظن بان نتسناو شويه، لان ما خصناش ندخلوا سبيسيفيك بالزربه، نتسناو شويه مازال شويه عندي لا طرافاي سبيسيفيك اليوم ما غاديش نهضر على ولا حيت كنهضر على الكروس، ولكن شي وحدين باش ما نوقعوش في اخطاء، من يستحسن ما تاخذوش واحد المرحله طويله ديال سبيسيفيك طويله، مثلا كانت الاقصى ديالها 6 سيمانات كافيه، 6 سيمانات، 6 سيمانات كافيه باش تخدم سبيسيفيك ديالك مزيان وتكون واجد في هذاك فاش لو جور جي، النهار سميتو اللي باغي تكون فيه مزيان. المهم هذه بين قوسين حيت الكروس ابراهيم في هذه المرحلة. نعم ابراهيم احنا في اطار تنتكلموا على هاد لا بيريود دو بريباراسيون، تنعرفوا بانه كاين خمسات لي كاباسيتي بيومتريس، كاين لا فورس لونديرونس لا فيتاس لا سوبليس لا كورديناسيون. الا خدينا لي جون موان دو 15 ans، اشنا هي لا كاباسيتي اللي خصنا نديفلوب ليهم اكثر؟ في موان دو 15 ans اوني دو لي يو 15 ans موان دو 15 ans U15، c'est-à-dire des minimes et des benjamins. دي 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 في هذه المرحلة خصك واحد بحال واحد الهرم لتحت ديالو نخدموه هنا، ما نخدموش لا كاليتي، با ترافاي دو كاليتي، ما نخدموش اللي كنخدموه هنا، نخدموا سميتو ترافاي دو لونديرونس، مي لونديرونس نبقاو ديما في سميتو ما ندخلوش في سميتو الفيما بزاف، هذيك سميتو فيودو ماكس، ما نخدموش بزاف، ما نخدموش فيودو ماكس، نخدمو نبقاو في لونديرونس، لونديرونس سميتو لايغوبي، ما كنبقاو في لايغوبي ونخدمو اون ميم طون ترافاي دو بوكو ترافاي دو كورديناسيون بوكو بوكو هاد في هاد المرحله لو ترافاي دو كورديناسيون خص دوز الوقت بزاف، تعطوه وقت كثير كثير جدا، لان عاد انا باش تخدمه باش يمكن الواحد باش تصلح ليه ويكون عندك نتيجه احسن، راه في هاد السن كتكون نتيجه احسن، ترافاي دو كورديناسيون، ترافاي دو سوبليس، ترافاي دو يا بري اون بو ترافاي اون ترافاي دو ترافاي دو لا فورس، مي ترافاي دو فورس كومون ترافاي ا سات تاج فيتو ترافاي، مي سي با ان جون سي اونسامبل نعطيو سميتو باش نقول مثلا لا ترافاي ديال سي لي لا سميتو لا كورد ا سوتي، لا كورد ا سوتي راه كنخدموا فيها بزاف الحوايج، كنخدموا فيها لا كورديناسيون، كنخدموا فيها لا فورس، كنخدموا فيها لا بويسونس، كنخدموا فيها بزاف الحوايج، ولكن كتبقى ماشي خاطر كيبني الجسم ديال هذا سميتو في هذا السن كيبني وكيبني من حسن الى احسن، ما كتكونش خطر واش انا غنمشي ندير لا ميسكاسيون ولا نقول ليه هز لا ميسكاسيون في هذا السن، لا ولا نقول ليه سير خدم سميتو ترافاي سميتو نخدمو مثلا ترافاي سبيسيفيك في هذا لاج، لا ما خصوش يخدم سبيسيفيك في هذا لاج، حذاري من باش تخدموه، خدموه لونديرونس، ولكن لونديرونس اللي يخليه اللي تخليه انه بعد المرات كنقسموا بزاف الفوتينغ، بعد المرات نقسموه 3 مرات مثلا كنديروا 10 دقائق بشويه وعاوتاني نديروا، كنقسموا داك الشيء، لان في هذا السن باش كتقولي دير فوتينغ بوحدك سير بوحدك ما كيتستحملش، خلينا نديروا سو فورم دو جو بقى، شي حاجه لوديك، شي حاجه اللي كتخليه
يتعجبوا لانه مازال فهاد السن باقي كيلعب، مازال كيلعب فهاد السن، راه مازال خصو يلعبوا. ولكن حنا كمؤطرين خاص في اطار اللعب نوصلوا لي شي حاجه اللي تكونوا، يعني دخلوا لي لونديرونس، دخلوا لي لا في لا كورديناسيون ديال واحد لا ناتيرفال تكنيك، انا كنسميو ناتيرفال تكنيك، هذاك سميتو هذاك سميتو ولا هذاك دي زاتولي سميتو، راه كيخدم فيه بزاف الحوايج، كيخدم فيه بزاف الحوايج. ابراهيم نعم سيدي، سمحتي لي ترحبوا بالسي جون بيير سيلسكي، انا استنى 100 توا جو كوا. جون بيير وي وي الي افيك نو سو سوار وي بيانفوني. سي زكريا زحال ايضا تحيه له، معنا واحد المجموعه ديال الاخوان، سي عز الدين او بي اس مرحبا، عزيز بوكرا، ماد حمدي تحيه ليك، محسن شكرا. سي حميد المساوي معنا، اطور مغربيه اللي عندها حتى هي شواهد في مجال التدريب على صعيد الافريقي والعربي، ترحبوا بالجميع وتنقولوا ما حوايجنا مثل هاد المواضيع اللي تنتكلموا فيها على التدريب. ف باقي في لابيرود بريباراسيون، بغيناك تعطينا لا ديفيرونس ديال لي ديفيرونس اونتر لي بريباراسيون ديال دومي فون باغ اكزومبل par rapport aux délanceurs, par rapport à des sauteurs, quelle est la différence, qu'elle est basée à l'endurance plus de la force, qu'elle est basée à la force plus que l'endurance, qu'elle est basée à la coordination, la souplesse. Tenez, je vais dire les différences entre les spécialités. Ben, si je commence par le parce qu'il y a Jean-Pierre aussi avec moi, que Jean-Pierre arrive bien à comprendre, donc je pense que Jean-Pierre, est-ce qu'il comprend vraiment si je parle en arabe? Je vais parler de demi-fond. Demi-fond, oui. De la préparation. Quand on parle de demi-fond, ça veut dire 800, 1500, 800, 1500 ou bien jusqu'au 5000 mètres. Parce qu'à un moment, 5000 mètres, c'est parti de fond. Là, 5000 mètres, d'abord, il y a des relatifs de demi-fond. D'abord, on a dit. Mahlias Ibrahim. On a dit, on a dit, عندي واحد الضيف مصر حاضر معنا، السي محمد ابو فندي اللي هو عضو الاتحاد المصري لالعاب القوى، اللي تعرفت عليه هنا في البطوله العربيه بمراكش، نقولوا تحيه ليك ومرحبا بك وشكرا على الحضور معنا في هذا المباشر وشكرا على المتابعه. شكرا لك اخي العزيز، تفضل السي المساوي. نعم السي الغزالي. السي الغزالي وي. نرجع نجاوب على السؤال ديالك، الفرق يعني في هذه المرحله، ان اتليت دو دومي فون اللي كيدير المسافات نصف طويله والطويله نزيدو، مثلا نعطي مثلا عندي عده ديال كيدير 400 و800، هذاك الاستعداد ديالو كيختلف على عندي عده ديال 1500 1800 و1500، كاين فرق في سميتو. علاش؟ لان مثلا اللي كيدير 400 و800 هذاك خصني نخليه ليه هذيك الامتيازات ديالو اللي في كيدير 400 نخليها ليه، ما نحيدهاش. ولكن مع العلم انه هو كيدير 800 علاش كتعتمد 800 كتعتمد باش سميتو باش تكون عندني واحد الفيمه مزيانه، فيو دو ماكس مزيان، فهمتي، ويكون عندي بانني عندي سميتو كنخدم بزاف الترافاي لاكتيك، كاين واحد النسبه كنظن سميتو 60% سيد لاكتيك و40% كتبقى لايغوبي سميتو 800، فهمتي. ولكن انا عندي العده ديال 400 ولا 800، انا غادي نحاول نبقى نخدم به كانه عده ديال 400، وفي نفس الوقت خصني نوجدو ل 800. كيفاش غادي ندير؟ اشنو غندير؟ ما غنديرش ليه نفس سميتو البوليم اللي غادي يخدم، غادي يكون قليل على العده اللي كيخدم 800 و1500، ولكن نفس الخدمه اللي خصو هو يدير لونديرونس، لي تخوا سيكتور خصو يخدمهم كلهم، سيكتور با، سيكتور انترميديير، سيكتور او، لي تخوا يخدمهم. الفرق غادي يكون في الفوليم، هو اللي يكون
العداء ديال 1800 و 1500 حتى هو غادي يكون اكثر من 400 فايتو سميتو في فايتو في الترافاي دو سميتو لا كونتيتي غادي يكون فايتو ولكن كيخدم لي ميم كاليتي. النسبه كتبدا قد ما سميتو خدم ال 400 اللي كيدير 400 و 800 كان كسميتو كان ديما كنحاول نقربو شويه مره ما ندير بتي غابيل ديال بحال شي كور دو 200 متر راه حيت وما خصني ال 400 متر ما ننساهاش بانه راه الباز ديالو اختي ديما نقول ولكن نطور ليه او ميم طون باش هو يقدر يدير 800. هذه كيبقى والعاد 800 وال 1500 كاين اللي كيدير 800 وال 1500 5000 شفناهم في التاريخ. لا منهم سميتو سعيد عويطه راه كاين يدير 800 1500 5000 على المره مشات 10000 كل شيء. وراه كاين شي عدائين كنعرفهم لانهم كيستحملوا كيكونوا مزيانين في 800 وال 1500 حتى ال 5000 كاين الامثله كثيره. والخدمه فاش كتبقى ان هما عندهم مؤهلات سميتو فيتاج دو باز ديالهم اني من عندهم ولكن طوروا داك الشيء باش طوروه العمل ديالها سميتو خدموا مزيان لو سيكتور با كيما كوم كوم يل فو لو سيكتور انترميديير كوم يل فو اي سيكتور. الناس اللي ما بغيت نشرح سولوني شي واحد يطرح لي اسئله لا ما فاش اش بغيت نقول انا بالسيكتور با والسيكتور انترميديير وسيرتو ميم انا مستعد ونمشي عند سميتو مثلا اللي كيدير مثلا القفز ولا القفز بالزانه في هذه المرحله حتى هو كيخدم لونديرونس كيخدم لونديرونس تقدر تكون كيدير بزاف لي ريبيتيسيون في بحال دابا كاين كيدير هو 15 كيكون كيدير سميتو سيغ 15 غادي ينقص غادي يدير زعما يدير 10 ويبقى يعاود بزاف ديال لي ريبيتيسيون في التنقاز. ولا كيتلقاه كيدير فوتينغ ولا في كي فوتينغ ترونكي فوتينغ دون لي سيكتور با ما كيدخلش ما غاديش نطلب منه باش يدير ليا الفيو دو ماكس هو ما عنده ما يدير به. مثلا اللي كيدير مثلا القفز بالزانه ما عنده ولكن كيخدم حتى هو لونديرونس ديالو وكيخدم عاود وكيخدم وكد شي حوايج اللي كيخدمهم صعب دو ميفو ما يخدمهمش هو ما. ولكن كاين واحد نقطه واحد 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 النقطة لو بوا كوما انهم كلهم كيقلبوا باش يكون عندهم واحد الكوفر واحد الكوفر الكوفر يكون سميتو باش يمشي لا سيزون. كالفرق كيختلف على كل واحد لوبجيكتيف ديالو شنو كاين. ولكن في هذه المرحلة كلهم كيعتمدوا على باش يقووا رسم في تكون عندهم لونديرونس مزيانه يخدموا سميتو لا ريزيسونس ما لا ريزيسونس بارل با دو نيفو سبيسيفيك يخدموا كلهم يخدموا تا هما الترافاي دو لا فورس ترافاي في فيتاس كون جي دي فيتاس فورس سي لا بويسونس يخدموا سميتو كلهم ولكن الاختلاف كيبقى الهدف ديال كل واحد اشنو التخصص ديالو في هذه المرحله اشنو التخصص ديالو. كاين انا كنشوف واحد غادي نشوف واحد كي سميتو كيدير مثلا الرمي بالجله ولا سميتو كان كيعرف ليا راه باين ليه واخا في ديك لا بيريود راه كيدير كيحاول سميتو كيبان لك كيديرها فوتين ما كتعرفو راه ماشي شي واحد اللي غايدير الماراثون ولا شي حاجه باينه ولكن راه محتاج حتى هو يقوي من سميتو من لونديرونس ديالو باش يكون مزيان. فوتينغ كاين اللي كيدير 20 مينيت 30 مينيت ماشي مشكل. انا سولت سميتو قال لك راه ماشي مشكل حتى حنا ولكن كيختلف الاختلاف كيكون اختلاف يعني اختلاف سميتو الهدف ديال 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 سميتو ديال كل واحد من بعد اشنو كيوجد باش في المرحله اللي استعد فيها باش يدخل في سبيسيفيك. هادشي اللي بغيت نقول لي سي ابراهيم واحد القضيه تطرح هو انه لا بلي بار ديال العدائي اللي تيدوزو من 400 متر ل 800 متر انه غيسالي باقي لنا 10 مينيت وغيسالي نعاود نجددو من 400 ل 800 متر لا بلي بار تيدوزو من 400 ل 800. شكون اللي ناجحين في هاد المرور شكون يحسن واش عدائي اللي داز من 400 ل 800 ولا نجا من 1500 ل 800 فهذاك الاعداد المثال تيكون اونديرون ولكن ما تسكوش عنده لا فيتاس بحال الاعداد 400 ال 400 تتكون عنده 44 في 400 تيطلع ال 800 ديال التحمل مزيان
تيولي اتليت غادي معاهم جراو 400 ولا 50 تيمشي معاهم 50 51 تيبقى في الصومات الاخرانيه في الويت الويسا. انا اعطيك انا سميتو راه انا بون بون اكزومبل او ماروك. انا عندنا واحد المثال، عندنا واحد البنت في المغرب كتسمى وقيله اسيا رزيقي رزيقي، هذيك وكان عندنا مثال. قبل منها الحلو بن يونس، الحلو بن يونس من بعد كان حلو بن يونس، حلو بن عندنا يونس الحلو بن يونس ولا كان عندنا واحد المثال. انا بالنسبه لي 52 اللي كدير مثلا، عندنا البنت هذه رزيقي اللي عندها 52 في 400 متر 400 400 متر ودابا كدير لويسون، انا بالنسبه لي راه ممكن دير احسن، تقدر تكون هي فيناليست في الالعاب الاولمبيه. لا عرفات هذيك لا فيتاس دو باز اللي عندها في 400 متر توظفها مزيان باش تكون مزيان في الويسون، ولكن كنبقى نعرف الويسون متر اشنو خصني في الويسون متر. انا عندي اتليت لو بوا كونت اون في ان بريباراسيون جينيرال راه كنخدموا لي كاليتي اللي عندنا ولي بوا فيبل. عندنا لي كاليتي اللي عندنا تا هما نزيدو نطوروهم، لي كاليتي كون ديجا اكي كي سون اكيز، من بعد عندنا لي بوا فيبل تا هما نخدموهم. بحال دابا نعطيك المثال 800 متر 400 غادي دير 800، راه البوا فور ديالها فين كاين؟ عندها لا بوان دو فيتاس مزيانه، ولكن في عندها المشكل، عندها المشكل ديالها سميتو في لا ريزيستونس، لا ريزيستونس بوغ ان 800 متر. تسمى لونديرونس فيتاس. لونديرونس فيتاس ou l'endurance, ouais, on peut dire l'endurance vitesse, on peut dire ça, il n'y a pas de problème. C'est 800 mètres, c'est pratiquement c'est de la vitesse. Voilà, on va pas dire la vitesse exacte, la non, vitesse non, longue. C'est pas la vitesse. C'est 52. Il a fait de mettre mesien. ومشات في السباق وبقى انا معاهم بالنسبه لي، 100 متر. بالنسبه لي هذه البطاله لا خدمات مزيان، متاكد لا خدمات مزيان، وكان واحد يعني كاين واحد التوازن، نشوف واحد سميتو في كاين سميتو، انا متاكد غتكون النهايه عندها في الالعاب الاولمبيه، غتكون في النهايه في الالعاب الاولمبيه. كنتمناو ذلك. شوف هنايا تنتمناو الابطال المغاربه كلهم نشوفوا واحد 6 ولا 7 ابطال مغاربه في نهايه الالعاب الاولمبيه، فالعمل ديالهم نتمنى على انه يكونوا غاديين في الطريق الصحيح باش ان شاء الله نشوفوهم، لان عندهم مؤهلات، كلهم عندهم مؤهلات، الاعدائيين ديالنا كلهم عندهم مؤهلات. نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم النجاح، وان شاء الله يكونوا متفوقين. ما غنقولوش الميداليه، لان الميداليه اوتر شوز، الناس يفهموا هي الميداليه ولكن ما عارفينش الميداليه كيفاش صعيب، سي با فاسيل الميداي. وغنتكلموا عليها في حلقه انا وياك على لا ميداي اولمبيك، غنتكلموا عليها باش يعرفوا الناس كيفاش هاد لا ميداي اولمبيك ستكون. Ce n'est pas facile. Ou d'ailleurs, maintenant, Goula, ce n'est pas facile la médaille olympique. Ou cette année, qui est Paris, Inch'Allah, bi idhnillah, ou le monde entier va y être. On va regarder. هذاك شنو نعرفوا بعدا بور فير فريمون ايتر ان تري ان تري بون كورور 1500 متر، فو ايتر تري تري بون سير لو 800 متر ديجا بور فير سي لا فيتاس دو باز. اي فو سي اون ا فريمون سي اون ا با فريمون اون بون باز سير لو 800 متر، لو 1500 متر سا با ايتر ان بو كومبليكي، مي اون بي توجور ريسيغ. لان المثال كاين شي امثله اللي دابا حاصل في 1500 لانهم كيربحوا، ولكن في المسابقات اللي كتكون تكتيكيه كيصعب عليهم شويه، خصهم مفروض عليهم باش يمشيو بسرعه باش يربحوا. كاين الامثله منهم البطل ديالنا هشام القروش اللي ربح بزاف تسميتو بهذه الطريقه، منهم دابا هذا اللي كاين جاكوب ابرغيستان هذا سميتو، هو تا هو كيعتمد على هذه الخطه، كيمشي بايقاع سريع باش يربح سميتو. ولكن سميتو نجي من 1500 ندير 800 ماشي مشكل. المشكل خصني انا خصني نشوف الخدمه ديال اشنو الاتليت ديالي، نعرف ديالو فين هو لو بوان فيبل ديالو، فين هو الحاجه الضعيفه اللي خصو يخدمها سميتو اللي ناقصه. واش هاد العده ديالي واش عنده فينيش ديالو مزيان ابارتيغ ديال 400 متر، عندوش مشكل، ولا عنده ولا خصو يمشي، لا عنده الايقاع، عنده الطوبو كيمشي عنده مزيان، لحساب هو كيفاش الشكل ديالو البروفيل ديال الاتلي ديالو. نعطيك مثال، كان البروفيل ديالو بانه الديغنيي 400 متر فما فاش كيكون هو واعر فيها،
هذاك العداد ديالي كيبان لي راه سهول، راه 800 متر غيلقاه، ما يلقاش مشكل كبير في 800 متر. ولا كان عنده العكس، كان عنده هو خصو يمشي واحد الايقاع كبير باش يربح، خصني شويه الخدمه اكثر، خصني نحاول نشوف سميتو لو بوا فيبل اكزاكت ديالو، في سميتو في شنو خصني نخدم معاه في 800 متر. 800 متر معروف الخدمه ديالها كتعتمد، علاش؟ لا لا، الخدمه ديالها كتعتمد بزاف لو ترافاي لاكتيك اي بوكو دو بويسونس، بوكو دو بويسونس اي لو ترافاي لاكتيك. سي راه 60% كلها كدوز لاكتيك في 800 متر، 60% كلها لاكتيك او موان 60%، وكتعتمد على لا بويسونس بزاف، كتعتمد لا بويسونس. لاتليت ديالي غادي نشوف لاتليت ديالي انه بغيت نوجدو فيهم بجوج، علاش؟ ديما ممكن انا على حساب بروفيت ديال لاتليت ديالي كيفاش داير. لاتليت ديالي نعاود بانه كان سريع في الديغني 400 متر، يعني سميتو امباطابل، وراه سميتو عنده هذاك، خصو شنو خصني ندير ليه؟ خصو غادي 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 يكون غادي نستاب غادي هذاك الشيء التحمل ديالو اللي عنده في الميزان، غادي نزيد غادي يجي يدير 800 متر. انا راه ماشي مع هذا، غادي نلقى مع مشكل قليل على الواحد اللي كان عنده مشكل في الديغني 400 متر، نلقى مع مشكل اكثر من اللي ما عندوش مشكل اللي بغى يجي 800 متر. انا اظن بانه جينيرالمون الاعدائين ديال 1500 يقدروا يمشيو ل 5000، الاعدائين ديال 400 يمشيو ل 800، قليل اللي تلقاو شي واحد هبط من 1500 وجا ل 800. السؤال ديالي الان، كنعرفوا بان لونترينمون تراديسيونيل بريباراسيون دو كورور دو 1500 دو 400 دو 800 دو 5000 كيدير اون بريباراسيون جينيرال 5 موا دو بريباراسيون اي دو بوف توت لي كاباسيتي بيوميتريس اللي ما فيها لا فورس، وهذاك الشيء كله كيجي لا بيريود سبيسيفيك عنده 1500، لا بيريود سبيسيفيك 1500 تيدير لا كومبيتيسيون 1500. ولكن بدينا تنلاحظوا ان هناك اعدائين مثلا سيفان حسن ولا جاكوب تيلعب 1500، تيلعب 5000، تيلعب 10000، وسيفان حسن تتلعب سيمي ماراثون، تتلعب ماراثون. كيفاش دير بريباراسيون ديالها جينيرال؟ علاش تركز؟ واش تركز على الماراثون وتدير لو تدير في لابيريود بريباراسيون اون ديفلوبمون ديال لونديرونس جينيرال ككل، وتجي سبيسيفيك على حسب مشكل هنا كيطرح سؤال هنا ديال بريباراسيون جاكوب. لا مي بيان سور سا بوز لا كيسيون، تا كيسيون اللي فريمون تري تري امبورطون. تو لو موند سو دوموند كومون il a essayé de faire ça. مالوغوزمون بوغ ال سميتو لهاد في بطولات العالم تحكم ما تمكناتش باش هذاك الشيء اللي توصل لهذاك الشيء اللي كانت سميتو انها دارت الماراثون دارت سميتو. كنظن ان هاد العداءه عندها دو باز، عندها واحد ان باز سميتو ان فيتاس دو باز سميتو معاها فيتاس دو باز عندها ديالها سميتو، ومن بعد انها عندها التحمل اكثر. يعني كيفاش دارت الماراثون وكيفاش دارت 1500؟ الماراثون كنعرف بالماراثون كيعتمد بزاف، لان كنمشيو الماراثون اللي كيمشيو كاع مزيانين الابطال العالمي الكبار كيوصلوا حتى ل 85 85% من سميتو الفيما ديالهم، فهمتي لا كاباسيتي ريسبيراتوار ديالهم حتى ل 85%، هادو اللي بحال كيب شوغي ولا سميتو ولا هذا ماكسيموم حتى ل 85%. لان هي فاش تخدم سميتو باش بغات دير الماراثون، راه ما فاش بحال دابا فاش دارت لندن دارته في شهر 5 اعتقد، وفي الاخر ديال شهر بطولة العالم كانت في الاخر ديال شهر 8. كنظن راه ممكن ماشي، انا بالنسبه لي تقدر دير هذه المساله، لان خدمات لونديرونس ديالها باش دير الماراثون، وعندها ان فيتاس دو باز، لان باش دارت الماراثون كانت عندها هي طالعه عندها في سميتو الفي ام ديالها طالعه باش كتمشي هي 85% 85% راه عندها ديجا طالع عندها بحال، ولكن هي ملفه هذيك كيفاش كتجري بهذيك سميتو خدمات ما يمكنش مشات دارت ابراهيم. ماشي هو هذا السؤال ديالي، جات الالعاب جات بطولات العالم، اذا خرج
بقى 40 دقيقة. أنا اللي قطعت الصوت إخواني أخواتي، سي عماد محمدات صوت طبيعة الحال هو الصوت رجع بما يرجع عندنا. سي مصطفى تما تحية ليك، سي محمد فؤاد اليزامي تحية ليك، أكسبتي. وزنا معنا دابا سي مصطفى تمار ايضا، غراني قصور سعيد، زكريا زحال صوت والو. لا صوت دابا كاين، لا صوت كاين، راه رجع حتى تعطل عرفتي وصل عندهم. ارجعوا للسؤال، راه السؤال ديالك مهم. السؤال سي عبد، انا جاي، انا جاي، انا جاي عندك. لا لا سؤال مهم بزاف، ناخذ التصويره. إذا ننتظر إخواني أخواتي أخ الغزالي يدخل عندنا. أنا دعم تفضل. هو غيدخل، ننتظره. سي هشام الحو تحية لك، كنسمعك كنسمعك كنسمعك، ولكن الصورة ما تلقتيش الكاميرا. الكاميرا نشوف التصويرة ديالك. ها أنا نسيت. دونك عندنا 40 دقيقة لأن موضوع مهم متبعنا موضوع مهم الاخوان بزاف صراحه، وباقي هذه راه المرحله الاولى. الخميس الجاي غنديروا الحلقه الثانيه. سؤال 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 رجع للسؤال، راه مهم هذاك السؤال. انا ما قلت لي ما باش بغيتي تعاود انا السؤال. تنقول لك بان هذه السيده دارت لابريباراسيون ديالها، جات للسبيسيفيك، جات لبطوله العالم. بطوله العالم تتلعب في 10 ايام، لعبات الميساك ولعبات السامير ولعبات الديمين. واش كانت تتبريباري سبيسيفيك ديالها؟ لاش واش ديال تيمين، واش ديال ميلسانك، واش ديال سامي؟ سبيسيفيك على حسب المسافه، سبيسيفيك على ديستانس، سبيسيفيك على ديستانس، على سبيسياليتي. نو مي يفو سي فري او نيفو فيزيولوجيك سي با فاسيل ا اكسبليكي او نيفو فيزيولوجيك. C'est pas facile à expliquer. Un athlète qui se prépare pour le missing, pour gagner un championnat du monde aux Olympiques, c'est machi machi dire à compétition compétition. C'est pas vraiment être le meilleur. يكون احسن سميتو فيزيولوجيكمون، ماشي ساهل باش تشرح المساله. هي ما قد ما ما هي ما دامت انها قدرت ديرها، انها دارت ان بريباراسيون بور سا، وصلات انها وصلت تحكمات، وصلت لهذا سميتو الهدف ديالها، دارت ان بريباراسيون بور سا. لان كنعطيك كان نعطيك واحد المثال اخر، كان مو فرح، محمد فرح، محمد فرح، محمد فرح العداء اللي كان دار بطل اولمبي في 10000 وال 5000، ودار 3 28 في 1500. يعني هذا يقدر يكون 3 و28، راه يقدر يكون في النهايه يقدر يربح، يقدر اي حاجه ممكن. ماشي هي اللي كانت تدير، كانت كي بحال محمد فرح، ولكن محمد فرح ما كيديرش تزاكوب لعب الديمين والسامين والميساك. عرفت هي الفرق، هي حيت كتلعب كتجمعهم كلهم في البطوله العالميه ولا سميتو، كتجمع كل شيء. هذا هو الفرق. هي كانت مساله ما دامت انها هي كتستعد لهذا الشيء، لان ما يمكنش لها تمكن، يمكن لها غادي دير استعدادات 1500 فقط وتمشي تلعب شي حاجه. لان 1500 فاش كنوجدوا الترافاي في حيت وقت لا بريباراسيون جينيرال، لا مول 1500 راه قدرت تلقى مع 5000، راه ماشي مشكل، راه تلقى كيتريني. حسوا باقي قال حسوا هشام القروش في وقت لا بريباراسيون، وكيكونوا مجموعين كيترينو كلهم، واحد كيمشي يدير 10000، دير الرقم العالمي في 10000، وهشام القروش دار الرقم العالمي في 1500. في هذه المرحله كيترينو كلهم مجموعين. هذه شهاده، ولكن ما كاين تفسير ديالها، ما جاتش. يعني المشكل في التفسير ديالها كيفاش، هذا هو المهم في هذا الشيء. ما شفناهم داروا، ولكن ممكن، لان في هذه المرحله ديال البريباراسيون جينيرال كنظن هذا العداء سميتو هذا حسن، هذا حسن لا بريباراسيون اللي فاش كدير، كدير بريباراسيون بحال كتبريباري ال 10000 الاول، 10000 كتوجد بان عداها ديال ال 10000، ماشي مشكل. انا كندير 1500، ولكن انا عندي فيتاس دو باز، فين المشكل؟
ما دمت انني كندير كل شيء لدي حق حقه، كنخدم كنعرف الخدمه ديال حيت في هذا المستوى راه ما تنساش، راه كاين دي لابوغاتوار اللي كيخدموا هذا الشيء، كتعرف شنو كدير، ما كديرش الاخطاء بزاف. بحال دابا خدمت هذاك لي سيكتور، لي تخوا سيكتور، لو سيكتور با، لو سيكتور انترميديير، لو سيكتور او، راه هادو خدماتهم كل شيء عطات حاجه مضبوط، ما كتخلطش، ما كاينش الخلط ما بين هذه وهذه. من بعد كي دارت الماراثون، وده الماراثون شنو الماراثون؟ الماراثون لا بريباراسيون ديالو، دابا البريباراسيون ديالو في المستقبل الوسط دار 2h18، راه سي انكرويابل، راه سميتو، راه الا كان عندك 10 الايام مزيان اش كيبقى لك؟ كتبقى تخدم هذيك لونديرونس، لان ما عمرك تفوت، ما كتوصلش 85% في الماكسيموم. فين المشكل؟ فين المشكل؟ ولكن لا، لو فوليم حيت تكون في لا بريباراسيون ديال اون بيريود دو بريباراسيون، تكون في لا بريباراسيون ديال ان ماراثونيان، يمكن في لو فوليم يوصل ل 180 كيلومتر في الاسبوع، ماشي ولكن ان مشكل، كورور دو 2500 ما محتاجش يوصل ل 180، لا ما محتاج، ما انا قلت محتاجهاش لك هي، موديسانك. لا لا ما محتاج، انا بغيت نقول لك، انا قلت لك هذه المساله ماشي سهله باش، ولكن هي ما دامت انك ديرها، كانت كتستعد كدير 1500، ولكن الخدمه ديالها راني رجعت قلت لك راه بحالها كتبريباري ال 10000، كتبريباري ال 10000 بريباري سميتو في الوقت لا بريباراسيون جينيرال، كتشوفها ما كاينش، لا درنا مع واحد كيدير بريباري ال 10000 كتلقاها بحال حتى هي كدير بحال البنات اللي كيديروا، ولكن هي عندها في الخدمه ديالها في لو ترافاي ديالها اون جينيرال، مره كديرها تي رابيل. ما تنساوش واحد القضيه كنرجع عليها، في الوقت ترافاي سي ان تري امبورطون سا سي فريمون فو با لوبليي، كاين سميتو ان بتي رابيل كنديرو سميتو ديال داليور داليور ديال سبيسيفيك، مره كنديرو ان بتي رابيل، ولكن هذه 1500 مول 1500 800 خصهم يديروا مره يديروا هذه المساله. اما ال 10000 هذاك ما محتاج، لانه كيوصل راه كيوصل ليها، لان فاش كتمشي ل 10000 وتجبدو راه كنوصلوا لها في لونتريمون، فاش لالور ديال فاش كتقول 10000 في لونتريمون راه كنوصلوا ليها حتى في البريباراسيون جينيرال كنوصلوا ليها 800 ولا 1500، هذه بين قوسين هي كان سميتو كان لحسن، لانها كتوجد بحال شي وحده كتوجد 10000، ولكن عندها انفيتاس دو باز ديال 1500، كدير كنظن انها في الديغنيه كانت بحال عندها 20 ديال 400 متر، 400 متر الاخرى راه كتلقاها كتجريها اقل من دقيقه بالنسبه بنت، سي انكرويابل، ديجا سي ان رابيل، سي ان رابيل دو فيتاس دو باز، هذه غير كو فيغ سا. ولا كدير مثلا كنعرف انا اللي كيدير، كدير واحد سميتو سميتو بحال باغي نخدموا في الانترميدي سميتو السيكتور انترميديير، دايره ان سميتو ان سيكتور انترميديير دايره سكون ابيل لايروبي سميتو سوتوني، سميتو هذيك كدير مثلا 30 مينيت في واحد لاليوغ ديال 85% ديال سميتو توصل حتى 88%، في الاخر تقدر دير واحد 400 متر، واحد 400 متر ولا سميتو 400 متر في الاخر كتجري اقل من دقيقه، هذه حتى هي كتخليها ديما عن استعداد لا بغات دير 1500، هذه مادام وصلت ليها راه كاين استعدادات ليها. ومن بعد كاين الماراثون، الماراثون شنو كيبقى؟ الماراثون راه هذيك 180 كيلومتر راه كديرها، علاش؟ انه علاش كتميتو، ولكن كتبقى هذه من الصعب ماشي من السهل باش يديرها الواحد، وهذه انا ما كننصحش اكثر يديروا هذه المساله، لانها صعيبه، لانها مغامره كبيره باش واحد يقدر، واحد يدير 1500 وال 5000 ماشي مشكل، يقدر كاع يغامر يطلع ل 10000، ولكن ماشي ديما، يقدر 1500 سي وال ابراهيم، 5000. نعم سؤال اخر في هذا الاطار بطريقه اخرى، تنشوفوا بعض الابطال تلقى العدات 800 وال 1500 5000 10000 في لا بيريود دو بريباراسيون، كيترو مجموعين تيخدموا هذيك لا بيريود ديال 4 شهور 3 شهور الاولانيه كلهم مجموعين بلي بوتينغ بلي فارتليك لا ميسكولاسيون ترافاي كلهم بحال حتى تجي لا بيريود سبيسيفيك، عاد كل واحد تيمشي يخدم الخدمه ديالو اللي هي سبيسيفيك ليه. واش صحيح هذه العمليه ولا لا؟ كنت اشرت لي هذه المساله، كنت عطيتك مثال حيت كنا شفنا في التاريخ ديال سميتو، لان كان هذاك الحق ونتائج كان عندنا في المغرب، المغاربه حنا كان نعطي الحمد لله عطوا الامثله من البلاد ديالنا، من المغاربه ديالنا، الابطال ديالنا، كاين كاع الامثله كلها
كنهضروا كريم فيها الدومي فوق، رغم ان لي زوتر زيبروف ما هضرنا عليهم بزاف، ولا بغيت نهضروا عليهم حتى هما نهضروا عليهم ماشي مشكل. سميتو عطيت بحال عطيتك حسو مع هشام القروش، كان واحد الوقت كيتمروا سميتو جميع في الوقت في دو لا بيريود جينيرال كلهم كيترينوا مجموعين. ولكن السؤال ديالك سي اوبا، دابا قلت لي دابا حاليا كنديروا هذه المساله، كان واش 800 مع ال 5000 صحاب 800 800 1500 en groupe pendant la période de préparation. يا انا بالنسبه لي ما نقدرش نحكم، خصني نعرف هادو، نعرف هادي خصني ندير لهم هذاك، يكون عندي المعطيات كثر عليهم وعندي لي دوني على، انا خصني نعرف لاتليت دير 800، خصني نعرف الفي ام ديالو في المواصل واش عنده، نعرفه بعدا كيدير، واش عنده، واش الفي ام ديالو اللي عنده واش بحال 5000 اللي كيدير 5000 ولا كاين فرق. لا لكن واحد غادي مثلا غادي 90%، واحد غادي 100%، راه كيخدموا احنا ما خدامناش، النتائج ما غد... صعيبه يعني، فيها مغامره هذه المساله. لكن كيمشي كنقلبوا كان هو راه في ذاك الايقاع اللي غادي فيه، راه كاين ما كاينش فرق بيناتهم في التحمل، في سميتو في كلهم غاديين في البورسونتاج ديال 90%، ماشي مشكل واحد. لكن هما واحد غادي في 100%، راه 100% راه ما بقى والو، راه البغلات حمرين شاعلين، واحد 90% راه ماشي بحال، ما خصهمش يخدموا، خصنا لا ما خصنا نطلقوهم بحال هكا، خصنا نكونوا عندنا عليهم عرفوا علاش. قلت واحد راه قبل ما يبدا بروغراماسيون خص يكون شنو عارف لاتليت اللي عنده، لان لاتليت راه خصك، راه بحال خصك يكون هذاك الشيء معبور عندك، عارف شنو كتعطيه، ماشي دير سميتو دير الدوسار راه كل شيء دير الدوسار، لا ما كاينش. خص المساله كاين، ماشي قلت ما كتنجح، لكن هذاك لاتليت عندي ديال 1500، ولكن كنشوفوا من هشام القروش من بعد ربح ال 5000، ولا بعد الجاكوب دابا كيفاش كيلعب كاين، ولكن المعطيات اللي تعطينا هادشي سي اوبا خصني نعرف الاتليت ديال البروفيل ديالو عارفو كيدير، ما نقدرش نقول ما يمكنش، يمكن وخد ما يمكنش، على حساب العداء ديالي كيفاش داير. ترجعوا واحد الاخ ديالنا اختصاص ايوب بن موسى بان تركزوا شويه على الدومي فون بزاف، ورجعوا معاه شويه للعدائين ديال السرعه، ونهضروا على لا بريباراسيون بيان سور. ديال العدائين ديال السرعه. سي ابراهيم بغيناك تفيدنا بريباراسيون دي زاتليت 100 200 400 متر اي 400 متر اي بوندو لا بيريود دو بريباراسيون، شنو هما لي زيليمون اللي خصهم يركزوا عليها، لو فوليوم ديالهم، لا فورس ديالهم، في لا سوبليس، في لا كورديناسيون. كاين مشكل تيطرح هنا لي كورور دو فيتيس، مثلا تيكونوا لا بيريود دو بريباراسيون اون بلان بيريود اون بلان ميسكولاسيون، تيخدموا مزيان لا ميسكولاسيون، صعب سبرينت 3 سيونس 4 سيونس بار سومين، وتينساو لا فيتيس، تينساو لا فيتيس. با تري بيان، باسكو نتكلموا في هذه المواضيع هذه لان مهمه. نو مي سي تري امبورتون دو روبينيغ سا، باسكو لا فيتيس، باسكو حيت هضرنا بزاف على لونديرونس، لكن دابا نهضروا على لا فيتيس كون جو با سات بيريود، لا فيتيس اللي كنخدموا بزاف، ترافاي بوكو سيغ لا فيتيس جيستيال اي لا فيتيس ماكسيمال. هاد لا بيريود حتى مول 800 ولا حتى اللي كيديروا المسافات الطويله تما خص يخدموها في هذه المرحله، حيت هاد المرحله كنخدموا بزاف لا فيتاس جيستيال اكثر اي لا فيتاس ماكسيمال. لا فيتاس لونغ ما كنخدموهاش، ما عندنا ما نديروا بها في هذه المرحله. طرحت السؤال ديالك على لا فيتاس، كنخدموا لا مزيان، لا فيتاس نخدموها، ولكن نخدموها سيغ بلاس، ميم سيغ بلاس، سيغ 3 سكوند، ميم لا بليومتري لا ترافاي ليكسبلوزيفيتي، سي دو لا فيتاس، سي دو لا فيتاس. Ou on travaille sur 30 mètres, sur 20 mètres, ça reste de la vitesse justière pratiquement. Il y a la vitesse maximale, on peut aller jusqu'à 60, 70 mètres. C'est à la période, même le 400, من على اصحاب سبرينت، لانه في لا بريبار ما غاديروش خدمه ديال انهم سبيسيفيك، لانهم كيوجدوا كيخدموا شي لي كاليتي اللي عندهم ديجا، خصهم يزيدوا يقووها لي كاليتي اللي عندهم، ويخدموا لي بوا فيبل ديالهم. هذه المرحله راه مهمه، لا فيتاس جوستيال سي تري تري امبورتون، لا فيتاس جوستيال
يا ولكن باش يكون عندنا لا بيتاس ونتحكموا في روسنا خصنا نتحكموا في ذاتنا لو كور ديالنا. اي فوالا سا فدير كونت اون بارل دو سا اون بارل دو لا كورديناسيون. كونت اون بارل دو لا كورديناسيون اون بارل اوسي دو لا سوبليس. سي اون ني با سوبل سميتو يا با دو سوبليس لا كورديناسيون سا باس مال. دونك تو سا فو توجور ترافاي دو لا سوبليس دو لا كورديناسيون. Et n'oubliez pas aussi de travailler de la vitesse, c'est la vitesse de base, c'est la vitesse de base, la vitesse gestuelle et la vitesse maximale. C'est Ibrahim, c'est la musculation. Oui. On a quand même dit que pendant la période de préparation, la vitesse, la force endurance et la force max. Et la force explosive, c'est la période spécifique. Ou qu'il y ait la force explosive pendant la période de préparation. Quand je parle de la période, l'explosivité, le travail d'explosivité, c'est de la vitesse, c'est de la vitesse gestuelle, ça rentre dans la vitesse gestuelle, l'explosivité. Même l'explosivité, je peux le travailler avec le poids du corps, avec le travail de pliométrie. Vous voyez, le pliométrie là, c'est travail avec, sur place. Je peux travailler quand je sais, je dépasse pas 3 secondes. Ça s'appelle de la travail gestuel. Ça c'est ça, ça travaille ma vitesse de base. C'est ma vitesse de base et ça améliore ma vitesse. Alors, on va pas le non la vitesse. Mais après quand on se met au travail spécifique, c'est quoi le travail spécifique? Moi je ne veux pas. Le travail spécifique, c'est une approche de la compétition. Tout ce que tu vois dans une compétition, bien, il faut le faire en travail spécifique. Sauf que pour vraiment bien préparer le corps, il soit vraiment, je veux dire, soit optimal, soit optimiser la performance, alors ça fait de la période, la base de la vitesse. La base de la vitesse, oui, je dis la vitesse gestuelle et la vitesse maximale. Faites la marhala. C'est même que mais ولكن كنخدموها ما كنخدموها بسميتو كنخدموها بلا ميسكياسيون افيك اون بار باغ اكزومبل افيك اون بار اون شارج سير لي زيبول اي ابري اون بو فير دو لا بليومتري ان ميم تو افيك سا سادير اون ليون دو ميسكوات توب سوت جو سوت اي سا سي ليكسبلوزيفيتي ان ميم تو مي ان بتي كو جو بار دو لا فيتاس اون ا ايسي دو لا فيتاس اي لا فورس سي دو لا بويسونس فيتاس فورس بويسونس. C'est ce que je peux dire. باقي تنتسناوك لانه واحد المجموعه ديال الاخوان داخلين معنا. تحيه السي بالقايد عبد الاله من الولايات المتحده الامريكيه، ميد حمدي تحيه ليك، نيسيا اي كريك بي هذه اتليت غتكون معاك، ايوب بن موسى تحيه ليك. ف قضيه اخرى، كان عندي عداء 400 متر مثلا دوز معايا عام، بريمير اني جينيور وصل دومي سكوات 160، جيناك من الموسم مشى لا بيريود دو ترانزيسيون، مشى للبحر جلس 3 سومين 4 سومين، جا بدينا درنا لا غوميز اون كونديسيون فيزيك، بدينا نبداو لا ميسكولاسيون. واش ندير تيست باش نبدا ليه لا شارج، ولا تنقول له 50% ولا 40% من لا شارج باش سال العام اللي داز؟ Comment on fait des calculs pour commencer à travailler musculaire? Non, mais il faut vraiment faire un test athlétique. Alors, parce que ça travaille. Ah ouais, un test. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage. Adrien de musculation, première semaine de musculation. Mais bien sûr, il était en régénération. Ça, en régénération, donc c'est une autre saison. حيت باش كندير لا بريباراسيون جينيرال هي سميتو كلاسيك، ديما كتكون فيها اول عام. راه كاين اللي كيدير دو بريباراسيون جينيرال في العام، ماشي مشكل. كاين اللي دار بحال دابا دار ليندور بريباراسيون ليندور سميتو داخل القاعه، ومن بعد غيدير عاوتاني داكشي ديال الاستيفال دو سميتو اون بلانير، ويدير داك سميتو اون بلانير. راه عنده دو بريباراسيون جينيرال. فاش غادي نبدا من الاول باش نبان نكون باش ما نخطاش ونكون بانني عندي سميتو المسائل ديالي وبضبوط، وكنعتبر راسي كانني مدرب، كنعاود كنعتبر راسي اني مدرب. لما درت لي تيست ما عرفت سميتو، راه ما عرفتش ما كنخدم. واش انا كنبروغرامي كنعطي لا بروغراماسيون، ما عرف
ما عارفش انا سميتو لي دوني الصحاح، خصي لي دوني. علاش انا ديما كنهضر الا ما عنديش لي دوني راه ما نقدر، ما يمكنش لي نخدم بلاطي. وما تنساش عاوتاني لاطي ديالك، ما تنساش ماشي دير لي لا ميسكاسو، اتونسيون ان تيست بيولوجيك، تيست مهمه، لان قبل ما نبدا معاه خصي يكون شي داكشي يكون محطوط عندي، يكون عندي البيلون ديالو كامل ونبداو نخدمو. لان فاش كنعطي لا ميسكاسيون راه هي ان بورسونتاج، بون جو في بازي البورسونتاج سي ان كالكول، جو في بازي جو في بازي جو في بازي مون بورسونتاج سي كوا، مي انا ما عنديش لو شيف فوان شيف. فواحد الدات يقول لك هاد الخدمه بهاد التداريب بوندو لا بيريود دو بريباراسيون، تيتكلم على لا نوتريسيون، على التغذيه، الاهميه ديالها، تري ماشي امبورتون، بقى شي في التداريب وفي الفوتينغ وفي لو فوليم وفي لي فارتليك وفي هادي بيان وفي سور هادي. بيان سور بيان واش سور الدور ديال التغذيه مهم، ماشي التغذيه هيجين دو نبدا في. نقول انا خمن ماشي التغذيه، لان التغذيه تنعرفوها الاهميه ديالها، راه عندنا جوانب اخواني اخواتي، جوانب لا بيرفورمانس، راه لونترينمون بوحده ما تديش لا بيرفورمانس، راه كاين لاليمونتاسيون، كاين لي سويفي ميديكال، ما فوالا باغيش صح نتكلم على سويفي بسيكولوجيك، وكاينه لا موتيفاسيون، وكاينه لا موتيفاسيون فيها جوج، بعدا انت واش باغي توصل لا موتيفاسيون انترانسيك واكسترانسيك، عاد كاين موتيفاسيون اكستيريور، ما نتكلموش على هذا الشيء. او في التدريب شنو هما لي زيليمون اللي خص العداء يديرهم بوندون لا بيريود دو بريباراسيون بالنسبه لا فيتاس؟ عطينا لي زيليمون اللي خصو يخدم ترافاي دو فوليوم، ميسكولاسيون تقريبا هكا، شحال من حصه في الاسبوع سي الغزالي بينك باش نفيدوا الاخوان اللي تابعيننا. شوف احنا دابا كنهضر دابا اون جينيرال على حساب المستوى، على كل مستوى ذو كل واحد. حنا دابا عدائين مثلا اللي كيوجدوا الالعاب اولمبيه، ولا كيوجدوا الالعاب اولمبيه، اللي كيوجد الالعاب اولمبيه مستوى اخر، هذوك ماشي مشكل ندير لهم ميسكاسيو 3 مرات في الاسبوع، ماشي مشكل، تروفا ماشي تروفا مشكل، تروفا 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 سيونس بار سومين دو ماشي ميسكيلاسيون. مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل، علاش نديرو 3 فوا؟ كاين اللي كيدير 2 فوا وعاطي بها نتائج مزيان، وكاين اللي كيدير 3 فوا عاطي بها نتائج مزيان، وسميتو ما غاديش نقول 4 فوا، لان كان غادي نسميتو نخلوه لصحاب سبرينت، ونخلوه صحاب سميتو صحاب لي زيبروب تكنيك، كنتي نخلوه صحاب اللونسي، وسميتو نخلو لهم لان يقدروا يخدموا حتى 4 المرات ديال لا ميسكياسيون في الاسبوع. وكاين اللي كاع كاين دي لونسو تيديرو 5 مرات في الاسبوع، 5 المرات، هادشي اللي بغيت نقول، كي تيدير حتى 5 المرات في الاسبوع ماشي مشكل، انا نهضر ثلاثة المرات كافية بالنسبة حتى العدة اللي كيدير 5000 يقدر يدير 5، ولكن ماشي مسألة، ماشي مسألة ثلاثة ولا جوج ولا سميتو، هي مسألة واش عنده بلاصتها، واش انا هذيك اللي عندي، واش حيت سمعتهم كيديروا نديرها؟ لا لا، شوف انت لاطيت ديالك اشنو باغي دير به، ماشي راه ماشي سيستيماتيك، ماشي شي حاجه سيستيماتيك، صافي ثلاثه خصو ثلاثه، ولكن علاش؟ علاش غندير ثلاثه؟ لا كنت غندير سي ثلاثه مدحت حمدي، انت نتكلموا دائما على لا بيريود دو بريباراسيون، ما نتكلموش على بيريود سبيسيفيك، مثلا الحال نسى سبيسيفيك، كنهضروا لا بيريود بريباراسيون المكونات ديالها، تكلمنا على لا ميسكولاسيون، اش غنخدموا اخر مع لا ميسكولاسيون بوندو لا بيريود بريباراسيون بالنسبه ان كورو دو سبرينت. On a travaillé de la force. Quand on parle de la force, ça rentre dans la musculation à la fois. Mais ça rentre dans la musculation. On peut, ça se travaille, la force, ça se travaille avec de la musculation. Donc, on a travaillé un bon travail de musculation. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à travailler encore pour un cours de sprint? Mais il a besoin aussi de travailler sa coordination. Travail de coordination. Travail de coordination. Quand on dit coordination, ça veut dire relâchement, souplesse. Il a la crispation, mzayer, kimchi mzayer. Mais il m'kench. Là, on a fait le khidma, on a le wakt, parce qu'on a les points faibles qu'il y a, on a le wakt, on a des points forts. باش لاطي ديالنا يتحسن من بعد، ما يمكنش هاد لا بيرود اش مهمه. دابا عنده لا فورس خدمناها، لا فورس راه مزيانه، لا فيتاس قلت لا فيتاس دو باز جديد سميتو لا فيتاس جيستيال
لا فيتاس ماكسيمال، لا فيتاس دو سميتو، هادو لا فيتاس هادو اللي خصهم يتخدموا في هذه المرحله بزاف، اعتمدوا بزاف على لا فيتاس ماكسيمال ولا فيتاس جوستيال، سي بريمورديال فهمتي. ومن بعد كنخدموا كنمشيو نخدموا عاوتاني لاتليت ديالنا خصو طرافاي دو كورديناسيون. طرافاي دو كورديناسيون كياخذ وقت بزاف، كياخذ وقت واحد، عطوه وقت كثير 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 كثير، طرافاي افيك لي طرافاي افيك افيك غير لي كلوش بي، طرافاي دو كلوش بي راه ماشي ساهل، طرافاي دو كلوش بي راه ماشي ساهل. ولا طرافاي ديال سميتو مونتي دي جنو فيكساسيون، جو ستابيليز، جو 1 2 3 جو ستابيليز، جو 1 2 3 سا سي. ولكن هذه كنخدم فيها على فوا مو طرافاي دو لا كورديناسيون اي اوسي لو طرافاي دو بروبريوسيبتيفيتي بروبريو، سي تري طرافاي دو بيي، طرافاي دو بيي هذاك هو مهم بزاف. لا طرافاي دو بيي لان الاتليت فوقاش يولي عنده يقدر يحسن اكثر، لان عنده لا كاليتي دو دابوي تكون عنده تاهي مزيانه، تكون عنده مزيانه. هاتي كتخدم في هذه المرحله، طرافاي دو بوكو طرافاي دو بيي، بوكو طرافاي تكنيك انورم، ان طرافاي تكنيك خصو واحد يعطي الوقت بزاف طرافاي تكنيك. سين مهدي من المغرب تيطرح لنا واحد السؤال، غنحطوه الاسبوع المقبل. كومون كريي لا فورمي، انا تنقول ماشي كريي، تنقول كومون فورمي ان شامبيون اولمبيك. هادي شي يخصو باش يجاوبوا على هذا السؤال، خصو بزاف اشياء. فتكلمتي لينا على طرافاي دو مسكولاسيون اون سال، تكلمتي لنا على طرافاي لا بليومتري والبي بي جي وداك المسائل تنديروها على الاكستيريور، كلمتي لنا على بريب، على لا كورديناسيون، على لا سوبليس، لا بروبريسيفتيفيتي وي بس كلمتي لناش على لو ترافاي تكنيك. فهناك اختلاف اونتر لي زونترينور، فكاين دي زونترينور تيقول لك تيخلي لا بريباراسيون تكنيك سي تادير لو ترافاي تكنيك افيك دو كورور دي فيتيس، ترافاي دو ديبار، ترافاي دي اي ترافاي، تيخلي حتى لا بيريود سبيسيفيك. واش تيدير في لا بريباراسيون لا بيريود سبيسيفيك؟ انا سميتو ما كاينت، هو سميتو بالعكس في الترافاي تكنيك راه في الوقت البريباراسيون اللي خصنا نديرو كتير منه بزاف، لا كنديرو ولكن الخدمه ديالو ما كنقلبوش على لانتونسيتي في الخدمه ديالو، كنقلبو فريمون على لا كونتيتي، كنعاودو بزاف لي ريبيتيسيون. هادشي اللي باغي نقصد بها في هاد المرحله هي اللي خصنا نخدمو فيها الترافاي تكنيك بزاف، لان الترافاي تكنيك لان قد ما خدمنا اكثر قد ما الاتليت ديالنا غادي يتحسن اكثر، لان من بعد لو طرافاي تكنيك اللي غادي نخدمو طرافاي سبيسيك راه الى رابور ديريكتومون افيك لو طرافاي سبيسيك، سي غيان افوار، سي ان طرافاي سبيسيفيك بور لا كومبيتيسيون، سافيدير اوني سيغ لا بورت دو لا كومبيتيسيون، سي ان ابروش لا كومبيتيسيون كيكون لي جيست اللي كنخدمو كتبقى خاصه بسميتو بالمسابقات. اما الخدمه في الوقت ديال سميتو لا طرافاي تكنيك كنديرو مقسم، كنديرو بارسيال طرافاي بارسيال ولا نديرو جلوبال، يعني كن مثلا نعطيك مثلا لا بيرش خدمه لا بيرش كيخدموا مثلا على باش كت بور بلي لا بيرش، الخدمه ديال باش بور بلي لا بيرش في هاد لا بيريود كيخدموها حتى كيخدموا بزاف، كي في الاول فاش كيبداو هذيك 15 يوم 3 سيمانات حتى الشهر كتلقاو كيديروا لو فوتين كيديروا سميتو ما كيهزوش لا بيرش لا والو، ما كاينش مشكل. من بعد حيت من بعد كي فاش كيمشيو لا عاوتاني كيكملوا لا بريباسي دو بريف كيج لا باش كطوي لا بيرش، هذيك لا بيرش باش تطويها راه ماشي ساهل، كدير خدمه سا طرافاي بارسيال تكنيك كوبور بلي لا بيرش، هذيك سميتو هذيك الزانه باش هذاك سا طرافاي بارسيال. من بعد هذاك الشيء من بعد فاش في اما باش كتوصل سبيسيفيك وهذاك الشيء خصو يكون مقاد اسومبلي، خصك ديرو كله تكون كامل باش دير لا تكنيك راه يكون عندك كامل، ما كاين ما هذاك البارسيال ما عندنا ما نديرو به سي ترو طار، ما عندناش الوقت، انا بلي طو انا ما عندناش الوقت راه في علاش كتكون طويله، ما هضرناش على المده ديالها، راه كتمشي راه المده ديالها مشي زاد 3 شهور، كاين اللي يديرها حتى 6 شهور واحد الوقت، اللي كي ما كاينش يدير لا ليندور لا والو كيمشي حتى سميتو راه توصل 3 شهور. هذه المرحله اللي طويله ما دام طويله وراه خصنا نستافدوا منها اكثر ونديروا فيها، نخدموا فيها لا تكنيك، خدموا فيها طرافاي دو فورس، طرافاي دو ليكيليبر، دو لونديرونس، كلشي سميتو سوبليس، كورديناسيون، كلشي اونديرونس، كلشي فورس، كلشي خمسه. وما نساوش واحد الحاجه نزيدوها، طرافاي مونتال سي امبورطون سي في هاد لا بيريود. كومون سؤال كومون فيغ بريباراسيون مونتال؟ دابا حتى انا مدرب
قبل التدريب الا بغيت ندير اون بريباراسيون مونتال لاتليت خصني ان سبيسياليست. لا انا غندير بريباراسيون فيزيك بريباراسيون مونتال بريباراسيون دو ميسكولاسيون تو لونترينر غيدير تو لي ديفيسيل. لا 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 لونترينور الى سا بار sa part de la préparation, il a une part, mais il ne peut pas tout faire. Mais quand je dis le coach, smito, à dire qu'on a oublié sur le terrain, fait le maïdan, quand je fais smito. Dima, le modérateur, soudi, mais il a oublié le muskil, خارج على اسمه هو رياضي يعني سميتو اش كي يدور في العقل ديال الاداء ديالو مهم بزاف. ونزيد عاوتاني شتي التدريب ديال كل نهار، راه الا ما عندكش مونطار راه ماشي كل نهار تمشي دير تريني لونطريمون سقاس كل نهار كتريني الا ما عندك مونطال راه ما تقدرش. المونطال راه كنخدمو كل نهار، راه كيكون يوميا مونطال، راه كل نهار كنخدمو المونطال. المونطال الا ما عندكش المونطال وكيكون الجو خايب ولا يكون سميتو ماشي انت هو هذاك ما ناعش مزيان وكخصك ترى عندك دير سميتو، الا ما عندكش مونطال راه ما تمشيش. خدمو مونطال. المونطال المدرب عنده دور كبير تا هو عنده الى سابار، ولكن ما ريت بينا اللي عندنا الامكانيات يكون عندنا ان بريباراتور مونطال سميتو سبيسيال كوب وسميتو ديال الميدو ما كرهناها، ولكن المدرب تا هو خصو يكون عنده سابار. وحنا تيتبعونا واحد المجموعه، سي ايوب بن موسى تحيه ليك، سي عبد النور حموش تحيه ليك، سي احمد شيبو كاوش تحيه ليك، حاتم صفار تحيه ليك، محمد فؤاد يا زلمه، اخوان واحد مجموعه الاخوان متبعين معنا وداخلين بتدوينات وداك الشيء. ف شنو هي لا ديفيرونس اونتر لا بريباراسيون مونتال اي بريباراسيون بسيكولوجيك؟ اين لا ديفيرونس بين تسمع بريباراسيون بسيكولوجيك بريباراسيون مونتال؟ اين لا ديفيرونس اونتر لي دو؟ لا بريباراسيون مونتال سا في بارتي دو لا بريباراسيون بسيكولوجيك، سي ان بارتي. La préparation mentale, c'est une partie de la préparation psychologique. C'est-à-dire mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, le sportif. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le comportement mondial, comment il se comporte, كيبان لك في الوجه ديالو قبل، واش الوجه ديالو مزير ولا مطلوق ولا سميتو راه هذه راه سي لا بسيكولوجي. ولكن حنا في الرياضه كتبقى لا بريباراسيون مونطال، لا بريباراسيون بسيكولوجيك سميتو راه عاوتاني البريباراسيون بسيكولوجيك شي حاجه اكثر، ولكن المونطال ان بسيكولوج اي بو نو زيدي ا فيغ دو لا بريباراسيون مونطال. يا با بروبليم. هضرنا على لا فيتاس، تكلمنا عليها لي زيبروف تكنيك، نتكلموا شويه على لي سو. شنو هي اهم الاشياء اللي تركز عليها في لا بريباراسيون ان سوتور؟ ان سوتور حيت نقول ان سوتور تنعني بها لا بيرش، تنعني بها لا هوتور، تنعني بها لونغور، تنعني بها تريبل سو. ان سوتور ديجا بوكو دو سوبليس، ان سوتور بوكو دو سوبليس، لامبيلسيون بوكو دامبيلسيون، ترافاي دامبيلسيون. D'abord, sauteur par exemple de longueur. Un sauteur de longueur, le travail, les qui est le travail qu'on a technique, travail smito, travail de l'impulsion. L'impulsion qui est l'impulsion. Un sauteur de la perche, le travail de la perche, smito, l'équilibre, le travail, l'équilibre surtout parce que. Un bon perchiste, c'est un gymnaste, c'est un bon gymnaste. Un bon perchiste, c'est un très bon gymnaste. Parce que le travail qu'il fait, c'est un travail de gymnaste. Dès qu'il dit gymnastique. Dans le khidma dialo. Là, là, parce que smito qui kun tijrib smito qui sol, ou parce qu'il tuit smito, parce qu'il plie la perche, parce qu'il tuit smito, ou qui ouvre smito, qui ouvre. شوف الخدمه ديالو كيوقف سميتو كيكون واقف بحال الخدمه بحال سي ان جيمناست، ولكن باش كيجيك شي وراه خصو شوف لو طراباي دو غيناج اللي عنده، شوف كل شيء كيفاش مخدوم. لا داك الشيء اللي خدم كل شيء راه ما خلا والو، هذاك كيبان لك راه واقف هو هذاك واقف سميتو ولو طرا سميتو. والمثال اللي عطيوها ديال ان سوتور دو لونغور، سي اي طراباي بوكو سير دو لا سوبليس، بوكو دو سوبليس، مي بوكو طراباي دامبولسيون.
طرافاي دان بيتيو. فوالا. واحد السي بن موسى باش ما يتقلق لياش قال لك au centre de Ben Slimane, les lanceurs, les sprinteurs s'entraînent deux fois par jour et mangent deux fois par jour. تنقول له نو تيفطروا ومزيان، وانا حضرت معاهم في واحد الزياره للمركز باش نشوف التغذيه هذاك الشيء تياكلوه. يمكن انا موظف ما تناكلوش، فاش لقيت عندهم الزبيب، لقيت عندهم اللوز، لقيت عندهم دانون الفطور، لقيت عندهم العصير، لقيت عندهم البيض، لقيت عندهم القهوه، لقيت عندهم اتاي. هذه راه وجبه، وعاد تيتغداو وعاد تيتعشاو، وهذا هو اللي كاين في العالم كله. الا كاين شي مركز في العالم راه كاين ثلاثه الوجبات، راه ما كاينش خمسه الوجبات، كاين ثلاثه فطور غدا عشاء. هذاك الشيء، هذاك الشيء راه عندنا حنا، راه ما كاينش بلايص اخرين، راه ما كاينش مراكش بلايص اخرين تيديروا هذا الشيء هذا. ف مزيان تكلمنا على هذا الشيء كله، ولكن واحد القضيه ما تكلمناش عليها. نعم. اللي مشكل اللي عندنا، واحد خيكم اللي دخل قال لي كانت عندنا النتائج في الستينات والسبعينات ودابا نقصت النتائج ما بقاتش كما كانت. غنقول له انا في انا ولد في الستين وملي كنت عندي 5 سيزون ما كانش عندي التلفازه وما كانش عندي الهاتف وما كانش عندنا الضو في الدار، وكنت تنتريني في العشيه مره في النهار، حيت نجي في العشيه تنتعشى مع تسعود وتنعس، ما عندي ما ندير، ما عندي تلفازه، ما عندي تليفون، ما عندي. دابا ولدك سير قول لك ينعس مع تسعود، انت اسي تهضر معايا اسي بن موسى ولا شكون تيهضر اللي قال لي دابا. دابا حيدي لولدك التليفون، قول لي حيدو في تسعود، ولا حيدتي عليه اجي نعطيك ميداليه ذهبيه. الا حيدتي لولدك التليفون في تسعود نعطيك ميداليه ذهبيه، لانه الان ماشي هو الستينات والسبعينات، تغيرات الامور، ولاو الوليدات تيتريني حصه تدريبيه وتيبقى حتى 4 الصباح وقاد التليفون. فين لا ريكوبيراسيون؟ غيولي بطل؟ عمرو غيولي بطل. علاش؟ الدور ديالك انت كأب، واش رقبتيه؟ واش حيدتي ليه التليفون؟ واش قلتي ليه ينعس؟ واش وجدتي ليه الماء باش يشرب وينعس؟ سمحوا لي يا اخوان، راه كل واحد تيلوح على الاخرين في الدور ديالنا، ديالنا حنا كآباء، واش نقدو؟ اللي قد يجرب ويرد عليا في الدار خبار، واش يقدر يحيد لولده ولا لبنته التليفون مع تسعود؟ وتنعس مع 10؟ إلا قدرتي رد عليا الخبار وغنقول لك برافو عليك، أنت رجل طيب ورجل متحكم في الدار. تقدر لي ما تقدر دير والو من هادشي، لانه الان سي ابراهيم قربنا نساليو 40 ثانيه، واش دور تاع ريكوبيراسيون؟ زيد شي واحده اخرى؟ لا 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 بركه، غنزيدوها الخميس الجاي غنديرو دو فوا، لان الجمعه غادي ندير الجمعه لا ريكوبيراسيون سي ابراهيم والدور ديالها، لانه خد تريني يوميا ولا دو فوا بار جور. الا ما كانتش ريكوبيراسيون، حتى نقول ريكوبيراسيون راه فيها لاليمونتاسيون، فيها لا ريكوبيراسيون، فيها النعاس، فيها شرب الماء، فيها كيفاش ترد القوه ديالك، بزاف الاشياء. كمل على ريكوبيراسيون. لا ريكوبيراسيون، لا ريكوبيراسيون راه مهمه بزاف، حيت كان المجهود اللي كدير من بعد ما كت يا با دو ريكوبيراسيون راه مشكله كبيره. عرفت شنو كدير؟ راه خطير، كتعرض الجسم ديالك للخطر. لا ريكوبيراسيون راه ما فيهاش ماشي الماكله، كاين الماكله مهمه، تكون متوازنه، توازن في الاكل، وسميتو عاوتاني كاين عاوتاني ديال الراحه، ترتاح تنعس، مهمه بزاف. عاوتاني لا ريكوبيراسيون كتجي عاوتاني باش لي زيتيرمون ولا سميتو بزاف لي زيتيرمون، صافي دي كلاس وكيكمل بالمكملات الغذائيه، وهذا الشيء يدير. ولكن لا بديل على النوم. بلاتي ونزيد عاوتاني حاجه واحد مهمه ديال لا ريكوبيراسيون في لونطريمون. كاين اللي كنقول ليه فوتينغ ديال ريكوبيراسيون باش يركبر، كيدير الدوسار هو كيمشي طاير غد ليه دير كومبيتيسيون دير كومبيتيسيون. راه مشكله، راه هذاك الشيء اللي درتيه وكله راه ضحتي فيه وصافي. لا راه هي المدرب، استاذ راه الدور ديال المدرب هنا نتكلموا بصراحه، راه دورة المدرب، راه البرنامج ما تيتعطاش الواتساب، راه الا ما كانت مراقبه لصيقه بين الاداء راه ما غنديروا والو. ما تقوليش دير دي فواميل تكتب له في الواتساب وتمشي هو دير دي فواميل، باش عرفتي دير دي فواميل؟ لا لا لا، كاين الور، كاين الور، كاين طون دو ريكوبيراسيون، كاين بزاف. راه مسؤولي، راه في الاول انا طرحت هذه المسائل، راه في الاول علاش قلت لك في الاول خصك دير بعدا دير واحد دياغنوستيك لاطليت ديالك في الاول وترسم سميتو المشروع، راه مشروع غدير معاه مشروع تيني انت وياه. قلنا تيني انت وياه كديرين نشوفك تبعدا كيدير
من بعد خصنا نمشيو. لا ما درتيش هذا الشيء انت والمشروع ديالك، واش غادي تبقى تبقى المشروع ديالك، المشروع ديالك تخليه وتبقى تصيفط لهم تقول لهم ما ديروا ديروا، ما تلقى والو، لا ما والو تلقى ما داروا حتى شي حاجه، لا والو نسوا لك نسوا الداله، نسوا لك ما داروش الداله، داروا فيها ناقصه داك الشيء، السيما ناقصه، كل خصك تكون حاضر واقف واقف واحد على ربنا شغلك. يوليه، واحد تنعرفوه والله الا مات مسكين، مات الله يرحمه نسيبي كاع باش من لا انا يرحمه وليه الدار ومع تيخدم تيجي منين داروا ليه الدار تيخوي الماء ما تيمشي تحت الدار، ما داروليش هذوك القوات فين تيمشي هذاك الشيء ديال الدار باش يتخوف هذاك الروكار الكبير. اذا اخواني سالينا معاه، سالينا مع السي تنشكرو، حلقه كانت زوينه، كان فيها نقاش من على بيريود دو بريباراسيون، يمكن لا نسينا شي جوانب غنكملوها يوم الخميس وندخلوا لا بيريود سبيسيفيك، غنتكلموا على بيريود سبيسيفيك ومن بعد غنتكلموا على بيريود دو كومبيتيسيون ومن بعد منها غنتكلموا على بيريود دو ترانزيسيون. راه اربعه الحلقات سي الغزالي كامكم غنجاوبو وغنقول ليه بسميت الجميع تنشكروك على هذه الحلقه وموعدنا يوم الخميس على بيريود دو بريباراس على بيريود سبيسيفيك. شكرا لك ونعيط لك فيما بعد. لا خليك انا غنقطع معاهم ونعيط لك. تعال نعيط لك باش نقطع معاهم، باش نقطع معاهم ونعيط لك. فاخواني اخواتي تبعتوا معايا حلقه، حنا غنبدا نديروا حلقات على التدريب وغنشوفوا اي مدرب غيدخل معانا ويعطينا اهلا وسهلا به اللي غيفيدنا مرحبا به. السي الغزالي مشكور، السي الغزالي مشكور على انه قال لي حنا انا موجود، قلت له مرحبا غنديروا معاه التدريب بصفه عامه. الان تكلمنا على التدريب بصفه عامه، تكلمنا على باريود بريباراسيون، باريود غنجيو سبيسيفيك، باريود دو كومبيتيسيون، باريود دو ترانزيسيون، فيما بعد غنجيو نتكلموا على 100 200 400 بريباراسيون، بريباراسيون جينيرال، بريباراسيون سبيسيفيك، نجيو البوا مثلا ولا المارتو، نجيو لا هوتو. الا كانوا مدربين بغا يشتغلوا غيحضروا معانا غيعطيونا دعوه مفتوحه للاطور المغربيه والاطور العربيه. حتى الاطور العربيه اهلا وسهلا بها، اي اطار عربي. فالرقم ديالي 060 06 62 06 26 10. اطار مغربي، اطار عربي، قول معنا في موضوع محدد ونخبروا به الاخوان ونديروا به حلقه. حنا بغينا نخرجوا من دوك لي لايف ديال القوى الخاوي، بغينا نمشيو لي لايف اللي يستافدوا منهم المدربين ديالنا والاطر ديالنا، وتكون عندنا صفحه اللي تكون مفيده. فحنا تنديروا دي لايف على التظاهرات، تكون واقف على شغلك. هادي ما نتكلموش عليها، ما تقول لياش السي الريحاني غتصيفط مالك دير فوتينغ تقول ديري 40 دقيقه وانت جالس في الدار تتفرج في التلفازه، مش غادير لك 40 دقيقه. كاين ايقاع باش غادير 40 دقيقه، شحال بيساسيون كارديك ما خصهاش تعدها، واش غادير 40 دقيقه ولا غديري واحد الدوره ديال 10 ولا 15 واش غتقول لك انا درتها. راه خص المتابعه، المتابعه ديال الاطور التقنيه. راه ما تندربوش ب سي عبد النور حموش، تحياتي اخ اوبا مدرب جزائري من المدينه المنوره، تحيه لك سي عبد النور حموش، شكرا لك على المتابعه وما شاء الله عليك في المدينه المنوره. الله يكرمك، الله يكرمك، فانت قريب من مدينه مقارب من مكه، وكل مره غدير عمره وراحتك. الله يكمل عليك والله يعاونك مدرب اوبا من المدينه المنوره. شكرا لك اخي العزيز. وكاينه واحد البطوله عربيه سي عبد النور غتكون في الطائف في شهر 9، تنبير خاصه بالناشئين في السعوديه، نتمنى نكونوا فيها ونتمنى نشوفك تماك سي عبد النور. تحيه لك اخي العزيز. المدرب الحقيقي، المدرب الحقيقي اللي بغى ولادو يوصلوا، كيما تنقولها اللي بغى ولادو يوصلوا. كاين المدربين اللي تيدير المهنه، المدرب مهنه، والمدرب راه ماشي مهنه، المدرب هو حب عطاء، فيوصل وبغى يوصل، حتى لو وصل حتى هو غيوصل، ولا عصر راه غيخرج على الدري ويخرج على راسو، راه ما غيوصل والو وما غيعطينا والو. المدرب اللي حب، اللي عنده حب عنده رهبه عنده ضمير، كونوا على يقين غينجح في المهام ديالو.
وغيوصل ويحقق نتائج. ف اخواني اخواتي، شكرا لكم جميعا على المتابعه. فكل خميس ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء غتكون عندي تقييم للعدو الريفي الرابع بمدينه المحمديه، ويوم الخميس حلقه مع الاستاذ غزال ابراهيم حول التهيئ الخاص بوندو لا بيريود سبيسيفيك، التهيئ الخاص كنقولها باللغه العربيه. فشكرا لكم على المتابعه، شكرا سي ابراهيم، تحيه للجميع، شعار صحتي دائما الله الوطن الملك. شكرا سي سعيد خسوار، سي عبد النور، سي ملك الريحاني، لالا هدى رحاب تحيه ليك، ميد حمدي تحيه ليك، عافاك سي اوبا، رقم الهاتف 06. انا صيفط الكومنتير دابا 06 62 06 26